بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير الأهلي العظيمة، جماهير أعظم نادي في الكون، أهلا ومرحبا بكم واستوديو التحليل لمباراة الأهلي وأسوان. قبل ما أتكلم على الماتش حابب أتكلم، هنتكلم على سياسة مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن الخطيب المفوض من قبل مجلس الإدارة للإشراف على الكرة ولجنة التخطيط للكرة، اللي دايما عندهم دعم فريق الكرة من كل الجوانب. بس قبل ما شيء مهم وشيء أساسي، إنما قبل ما أتكلم في الموضوع ده نقف شوية، هتكلم على نقطتين، يعني منهم نقطة ما كنتش عايز أتكلم فيها لأني مش عايز أدي الموضوع ده أكبر من حجمه، لأن أنا ما بحبش أتكلم على أقزام عشان يبقوا أبطال، ودي عادتنا يا جمهور الأهلي. أقزام يعني حاشا لله، أنا إذا كنت بتكلم على خيرة ربنا ما بتكلمش عن خيرة ربنا، بتكلم على أقزام في السلوكيات والأخلاقيات والتصرفات، ده اللي بتكلم عليه. أول حاجة شدتني امبارح شوية كده كلام مسؤول من اتحاد الكرة إن الموسم ده كان موسم ناجح جدا ومعجزة اللي اتحقق في خلال 8 شهور، إنك تبدأ في ديسمبر وتنهي في أغسطس بغض النظر عن إيه اللي حصل في النص، لا تعليق. مش هتكلم لأن مش عايز أقول كلام مش كويس أو كلام يسيء لحد، ده تصريح مسؤول. تاني حاجة، هو قال إن النادي الأهلي، هو اعترف إن النادي الأهلي كان مضغوط، بس قال إيه؟ بسبب اشتراكاته في بطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية، ولكن هناك أندية أخرى تضررت وكان عليها ضغوط زي النادي الأهلي بالظبط. نفسي أعرف مين، أنا نفسي أعرف من المسؤول ده مين اللي اتضرر، مين، وكل الناس عارفة إن اللي وقع عليه الضرر الأكبر كان النادي الأهلي السنة دي من ضغط الماتشات. ثالث حاجة اللي هي كأس مصر بقى، وأنا هتكلم على كأس مصر سريعا، حاجة بسيطة جدا. طبعا كابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، يمكن الكابتن سيد كان اتكلم قبل كده في أحد اللقاءات وقال النادي الأهلي مش هيسمح باللي حصل في الدوري إنه يحصل في الكأس مرة ثانية. يمكن أنا كنت صدفة أول امبارح قابلت الكابتن علي معلول، وهو الراجل أنا يعني مش بواسيه بس بقول له معلش مش مشكلة، الدوري اللي راح انما انتوا ابطال السنه دي ورجاله. قال لي والله يا كابتن والله احنا زعلانين جدا عشان الدوري اكتر من الجمهور، ولكن والله بنيجي اخر تلت ساعه او اخر نص ساعه مش قادرين نقف على رجلين. الراجل بيحلف لي بيقول لي اخر نص ساعه والله ما قادرين نقف على رجلين. فبكلمه على الكاس، قال لي كاس ايه؟ انا يعني انا سمعت ان الكاس، هو بيقول لي سمع ان الكاس يوم 9 او 10، فقال لي ازاي 9 او 10؟ طب انا واحد، هما بيتكلموا عن ان منتخب مصر هيروح يلعب 1 و5 هيرجع 6، هيدي لك 7 8 9 تلعب 9 او تلعب 10، ده الكلام اللي احنا سمعناه، ما اعرفش الكلام ده صح ولا لا. فالكابتن علي معلول قال لي انا يا كابتن عندي ماتش يوم 3 تونس مع غينيا الاستوائيه في تونس، وعندي ماتش يوم 7 مع زامبيا في زامبيا، يعني هرجع من زامبيا على تونس يوم 8 عشان اجي مصر، مش هاجي قبل يوم 9 او يوم 10. ازاي انا العب كاس يوم 9؟ ما خلاص هيكون الماتش فاتني. وعلي معلول من ضمن العناصر الاساسيه في النادي الاهلي، من ضمن العناصر الاساسيه، والنادي الاهلي هيتمسك بكل لعيبته اكيد. في ناس هتتكلم في الموضوع دوت اكبر مني واحسن مني في اتحاد الكره في الاجتماع اللي جاي ان شاء الله عشان مسابقه الكاس. طب ايه الحل؟ الحل عند المسؤول. اما نشوف الجهابزه بتاعت، ما هي انا مش عارف هي لجنه احاديه، طب حد يعرف مين الثلاثه اللي ماسكين؟ احنا نعرف واحد، حد يعرف حد تاني؟ ماشي برضو لا تعليق، هننتظر ونشوف هتثمر عن ايه الاجتماعات اللي هي بين الانديه وبين رئيس اللجنه الاحاديه. المهم الحاجه الثانيه ما كنتش عايز اتكلم فيها كتير، او يعني كنت هتكلم فيها حاجات بسيطه كده، ولكن قلت ايه لا مشيها، ما تتكلمش، يعني ما بحبش ان انا الصغيرين اعملهم ابطال او اعملهم كبار، لان الصغير هيفضل صغير بتصرفاته، القزم هيفضل قزم بتصرفاته. التعبير عن الفرحه لما يسيء للاخرين، ودي مش عاده
لعيبه النادي الاهلي ابدا. عمرها ما بتحصل من لعيبه النادي الاهلي. عمرها على مدار السنين كلها بحجم البطولات اللي خدها النادي الاهلي، عمرنا في حياتنا ما شفنا لعيب بيغني مع جمهور بيسيء للنادي التاني. عمرنا ما شفناها. انا بس اللي عايز اقوله لجمهور النادي الاهلي، ما تزعلش من حاجه زي كده. هتزعل من اغزام، ما انت اللي بتكبره يعني. انت لو اتكلمت عنه هتكبره، ما تكبروش، ما تتكلمش عنه، تجاهله تماما. ما احنا عايز اقول لكم حاجه في علم النفس، احيانا الواحد لما بتحصل له صدمه ما بيبقاش مصدق، واللي حصل صدمه يعني ما بيبقاش مصدق الواقع اللي هو فيه، عايز يعمل انكار للواقع ده، فهو مش مصدق اللي حصل، فبيحصل خلل نفسي او خلل عقلي بيخليه يعني هو مثلا بيسيء للناس مره او 10 مرات، هو بيبقى يسيء للناس 100 مره، لان بيحصل له حاجه كده جوه مش مصدق، فبيحصل خلل، خلل بقى عقلي، خلل نفسي بتاثر على سلوكياته، اللي هي اصلا سلوكياته للاسف، للاسف في كل مره بنقول دي اخر مره للاسف بتبقى أسوأ من اللي قبلها. مش هدي له اكتر من حقه، مش هدي اكتر من كده، لاني مش عايز اكبره، انا مش عايز اكبره، مش عايز جمهور النادي الاهلي يتكلم كتير في الموضوع ده. خلاص سيبه ما تتكلمش فيه، احنا جمهور النادي الاهلي الكبير، جمهور النادي الاهلي العظيم، ده قزم هيفضل قزم. المهم شفنا طبعا السنه دي انجازات كتيره واتكلمنا عنها، ويعني مش هنقول لكم بقى مره تانية ان احنا كسبنا بطوله افريقيا في موسمين تاليين، التاسعه والعاشره في 8 شهور، ودوري مصري وكاس مصر وسوبر افريقي وبرونزيه كاس عالم الانديه، ولسه فاضل لنا كمان بطولتين، سوبر افريقي يوم 24 سبتمبر قدام الرجاء المغربي، والسوبر المصري امام طلائع جيش، واللي هو لسه لحد دلوقتي من السنه اللي فاتت ما اتحددش ميعاده. مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط والجهاز الفني طبعا وجمهورنا الكبير الواعي، عارفين ان الفرقه بذلت مجهود كبير جدا 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 الفتره اللي فاتت. زعلنا، عندنا اخطاء معترفين بيها الفتره ديت. مرحله بقى ترتيب الاوراق، كسبنا كل البطولات ما عدا بطوله بتحصل، ولكن بنستفيد من اخطائنا عشان اللي جاي. البطوله اللي احنا خسرناها دي مش نهايه، البطوله دي انطلاقه للي جاي، انطلاقه لبطولات جايه كتير ان شاء الله. ما بنبصش تحت رجلينا، ما بنسكتش، ولما يحصل لا قدر الله حاجه في لحظه خساره بطوله نحط وشنا في الارض ونستكين كده، لا مش ده النادي الاهلي، بالعكس احنا بنقف على رجلينا. خلاص حاجه حصلت، في مميزات وفي عيوب، بنشوف عيوبنا ايه، بنشوف اخطائنا ايه عشان ما تتكررش تاني، ونحاول نصحح الاخطاء. وجمهورنا عارف كده، وجمهورنا ورانا، جمهورنا زعل، ولكن عارف اللعيبه دي كانت رجاله قد ايه السنه اللي فاتت دي، وجابت بطولات قد ايه. عشان كده الفتره اللي جايه دي، او الفتره يعني الموسم اللي جاي، شفنا من امبارح ازاي دعم فريق كره القدم في النادي الاهلي كان من ضمن الاهتمامات الاساسيه، وزي ما شفنا امبارح برضو تم الاعلان بشكل رسمي عن 3 صفقات مهمه جدا جدا جدا، وشفنا قد ايه سعاده جمهورنا بالصفقات دي. اول صفقه كانت كريم فؤاد لاعب النجوم اللي تألق مع انبي لمده موسمين، وعلى فكره كريم فؤاد من ضمن اللعيبه اللي تشدك كنت بتفرج عليها، هو ما تعرفش بيلعب ايه يعني، احيانا كنا بنشوفه ظهير ايمن، وبعدين مره واحده نلاقيه ظهير ايسر، ومره نلاقيه ناحيه اليمين قدام، وبعد كده نشوفه ناحيه الشمال قدام، فهو بيلعب في جميع المراكز اللي هي على الخط، ظهير ايمن، ظهير ايسر، جناح ايمن، جناح ايسر، وباذن الله هيكون حل مهم جدا جدا للفريق، لان الفريق خلي بالكم محتاج تدعيمات. انا ممكن اجيب تدعيمات، وممكن اكون يعني احنا بنتكلم مثلا عن القوه الهجوميه للفرق الدوري السنه دي، لو هنجيب الارقام النهارده هتلاقي ان النادي الاهلي هو صاحب اكبر قوه هجوميه. طب انت بتدعم خاطر انا احيانا بيبقى في عندي مراكز موجود فيها لعيبه ولعيبه اكفاء، ولكن انا بدعم زياده في النقطه دي، لان احنا شفنا قد ايه النادي الاهلي البطولات اللي بيخش فيها، شفنا قد ايه النادي الاهلي بيعاني من الاصابات، شفنا قد ايه النادي الاهلي بيعاني من الغيابات. احنا الفتره دي عايزين ال11 اللي جوه والاحتياطي اللي بره تقريبا كله شبه بعض، مفيش فروقات كبيره، واحيانا بتعمل تدعيمات علشان اللي جوه ده يبقى فيه المنافسه،
بين اللي جاي وبين اللي عندك. واحيانا بتعمل تدعيمات ان بيبقى عندك انت اماكن عايز تعمل تدعيم فيها. ده وضع طبيعي عادي. وده اللي حصل وبيحصل. الصفقه الثانيه اللي تم الاعلان عنها كانت للموزمبيقي لويس ميكسوني، واللي احنا شفناه في ماتش سيمبا وجاب فينا جول. طبعا كلنا عارفينه كويس قوي، شفناه في دوري ابطال افريقيا النسخه الاخيره. لاعب مهاري، لاعب كوره كويس. وبعدين كمان عنده ميزه ان هو احيانا بيلعب على الخط واحيانا بيخش لجوه، بيسدد، بيعرف يجيب جول. اعتقد ان هو هيبقى ان شاء الله باذن الله اضافه كبيره لفريق النادي الاهلي. الصفقه الثالثه اللي النادي الاهلي اعلن عنها كانت الجنوب الافريقي بيرسي تاو. بيرسي تاو كان بيلعب في برايتون الانجليزي، ودي صفقه مهمه جدا جدا جدا. هتقعد تفكر كده تقول الله، طب ازاي انت يعني لعيب من النوعيه ديت كان بيلعب في الدوري الانجليزي ويضحي بالدوري الانجليزي ومشواره هناك ويجي النادي الاهلي؟ عشان تعرف بس قيمه النادي الاهلي، عشان تعرف قيمه النادي الاهلي، النوعيه دي من اللعيبه فضلت النادي الاهلي على تكمله مشواره اللي انا بتكلم على بيرسي تاو، تكمله مشواره في الدوري الانجليزي. اعتقد ان الفتره الجايه اعتقد هتشهد المزيد ان شاء الله من التدعيمات. ولكن مستر موسيماني، انا لما بكون مدير فني على فكره ببقى فرحان قوي ان انا عندي اكتر من لاعب في كل مركز، واللعيبه تقريبا مستواهم متقارب. لان السنه اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين دخلنا بطولات كتير جدا جدا جدا، وعانينا كتير جدا من الغيابات ومن الاصابات. لما يكون عندي انا كمدير فني، انا بتكلم على مستر بيسو موسيماني، لما يكون عندي فرقتين والفرقتين شبه بعض هبقى مبسوط جدا وسعيد جدا، سعيد جدا جدا جدا، لان ده هيخلي شكل الفريق مختلف تماما، مختلف تماما في كل البطولات اللي باخدها. انا بتكلم على اللي باخدها الموسم اللي جاي. الصفقات الجديده دي ومع بقيه النجوم، علشان بس ما حدش يقول لي الصفقات دي هتلعب على مين ومين ومين، لا هي ما بتحسبش كده خالص. انا النادي الاهلي بخش في اكتر من بطوله، محتاج يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه في كل مركز. لما يكون عندك لعيبه كتير مؤثره ومميزه يعني الكواليتي بتاعها او المستوى بتاعها عالي، بتسهل عليك حاجات كتير جدا. سهل عليك حاجات كتير لان انت فريق بتلعب على بطوله. فريق دايما بتدور على المكسب. فريق بتخش بطوله بتطلع منها على بطوله ثانيه بتبقى عايز تكسب. مفيش حاجه ان هي تقول لك ايه انا دخلت بطوله ف يعني البطوله دي راحت مني او املي فيها لا، مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدعم علشان عايز التدعيم ده يعمل له اضافه للبطولات اللي جايه، لان انا عايز اكسب البطولات، عايز اكسب البطولات كلها. انا جماهيري ولاعيبتي وجهازي الفني ومجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره وكل الناس، كل المنظومه زعلت لمجرد ان احنا خسرنا دوري. واخدين ايه؟ خلي بالكم، واخدين كل البطولات. يمكن انا اتكلمت على ايه؟ 2 افريقيا، 1 سوبر افريقي، وبرونزيه كاس عالم في ايه؟ في 8 شهور، ومع ذلك بتدعم. ومع ذلك بتدعم، يعني لو حد غيرك هيقول لك ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا، انا بدعم. مش بدعم علشان في عندي وحش، لا، ممكن يكون بدعم علشان عندي بعض المشاكل موجوده، لكن بدعم كمان عشان الفرقه البطولات اللي داخلها السنه الجايه ما يحصلش زي السنه اللي فاتت. الضغوطات اللي حصلت علينا، عندي واحد واثنين وثلاثه في كل مركز تقريبا مستواهم قريب من بعض. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي اللي بيبص لقدام ما يبصش تحت رجله. مش عند اي وقعه حصلت، انا ما بعتبرهاش وقعه. انا ما بعتبرهاش وقعه، انما انا بعتبر ان اللي حصل ده نتيجه اللي حصل معانا خلال الموسم. خدت 5 بطولات وواحده برونزيه كاس عالم، لازم كان هيحصل حاجه. فاللي حصل ده ان شاء الله السنه الجايه باذن الله رب العالمين هندخل في نفس البطولات. عندنا حتى من يمكن كاس العالم للانديه اعتقد اتحدد في ديسمبر في اليابان، داخلين كاس عالم للانديه، داخلين بطوله افريقيا ان شاء الله نعوض الدوري اللي ضاع السنه دي، داخلين كاس سوبر، داخلين كاس مصر. كل دي بطولات محتاجه لعيبه. واللي يلعب على فكره، خلي بالكم اللي يلعب دي حته بتاعه الجهاز الفني، دي رؤيه الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني. وطبعا الصفقات دي اللي بتتعمل، عشان بس ما حدش يقول لي ان في حد مفروض على مستر موسيماني، الصفقات دي بتتعمل اولا لازم المدير الفني يبقى ليه دور فيها، لان هو اللي بيتحاسب في الاخر، وبالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب اللي هو مشرف
من قبل مجلس إدارة على الكرة. فحتى اللي قاله الكابتن أمير توفيق في التعاقدات في الأهلي قال لك إيه؟ إحنا عملنا بعض الصفقات أتمنى إنها تكون كويسة، وإن شاء الله اللي جاي أحسن. إن شاء الله بالتدعيمات دي واللعيبة نوعية اللعيبة اللي جت دي إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أحسن، ونعوض بإذن الله البطولة الوحيدة اللي خسرها النادي الأهلي السنة دي وهي بطولة الدوري، وعرفنا خسرها إزاي. نرجع بقى لماتش النهاردة. طبعا ماتش النهاردة يعني مش عايز أقول بقى إن هو إيه، يعني اتحسمت الأمور طبعا، فبقى الماتش إيه شبه تحصيل حاصل. أسوان ودع النادي الأهلي، خد المركز الثاني، الدوري خلص تقريبا، مش تقريبا الدوري خلص. وطبعا مستر بيسو ميسيماني النهارده، وده وضع طبيعي، فضل يدي بعض العناصر الاساسيه راحه، يمكن النهارده فيه 11 او 12 لعيب غايبين، وفرصه ان انا اشوف لعيبه ثانيه، يعني فرصه ان انا اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك تشارك. المهم قبل ما نتكلم شويه عن الفنيات وعن المباراه، تعالوا نطمن على الفريق ونروح لزميلنا مراسل قناه الاهلي النهارده شريف شعباني، يطمنا على استعدادات الفريق. اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعسكر فريق النادي الاهلي قبل مباراه الاهلي واسوان اللي هتكون في التاسعه مساء على استاد الاهلي، والسلام يا رب النهارده التوفيق يكون مع النادي الاهلي. من معسكر النادي الاهلي اقول لك يوم النادي الاهلي مش ازاي كابتن ايمن. طبعا الاهلي كان وجبه الفطار كانت في الساعه 11 صباحا، ووجبه الغداء كانت الساعه 3 عصرا، والمحاضره اللي اعلن فيها بيستر بيتسو موسيماني التشكيل منذ قليل كانت في 5:30، والسناكس كان الساعة 6. مستر بيتسو موسيماني من المدربين اللي بيعلنوا التشكيل في ليلة، في يوم المباراة مش ليلة المباراة، يمكن من المديرين الفنيين اللي بيحب يعلن التشكيل في المحاضرة الأخيرة اللي بتكون في الفندق قبل المباراة بحوالي ساعتين ثلاثة، فبيعلن فيها التشكيل اللي هيخوض باللقاء النهاردة. فاجئنا أو امبارح طبعا بعد تمرين امبارح بأسماء كتيرة في قائمة المباراة، وعلى رأسها طبعا مصطفى شوبير اللي هيبدأ النهاردة غالبا بنسبة كبيرة جدا في مركز حراسة المرمى، مع حمزة علاء طبعا ومعاه طارق سليمان، ويمكن في وجوه جديدة النهاردة في المعسكر، بتكلم محمود متولي، كريم نيدفيد، محمد محمود، كوكا، يمكن كل دول ظهور أول أو يمكن ظهور ثاني أو ثالث بكتير جدا لبعض اللاعبين. يا رب بإذن الله اللي هياخد فرصة النهاردة يظهر بمستوى يليق بيه، ولو لا قدر الله ما ظهرش بالمستوى يعني الكبير طبعا نصبر عليه، لأن طبعا غايبين بقالهم فترات كبيرة جدا، ولكن بإذن الله يظهروا بشكل كويس، ان بقى لهم فتره بيتمرنوا وعاملين تمرينات ورا اروع ورا اجمل، ويمكن الجهاز الطبي كان ادى ضوء الاخضر للجهاز الفني، اللعيبه اصبحت جاهزه 100% لاداء التمرينات، فيا رب باذن الله اللي هيظهر فيهم النهارده او اللي هيشارك النهارده يظهر بشكل طبعا يليق بيه. النهارده طاقم التحكيم اللي هيخوض لقاء الاهلي واسوان مقوم من حكم ساحه سعيد حمزه، مساعد اول محمد عزازي، مساعد ثاني اسامه السيد، حكم رابع وليد الصياد، حكم فيديو النهارده محمد عباس قبيل، ومساعد الفيديو خالد الغندور. خالد الغندور، يا رب النهارده يكونوا موفقين النهارده في اداره المباراه، ويدوا للفريقين حقهم طبعا، وخصوصا حكام الفار النهارده يكونوا موفقين الى حد ما، ويدوا للفريقين حقهم طبعا، لان احنا عانينا في الفترات الاخيره من حكام الفار. يا رب النهارده يكون موفقين الى حد ما. خلاص بنتكلم في ختام مشوار الدوري، اخر مباراه للنادي الاهلي في مشواره المحلي، يا رب باذن الله بقى نستعد جدا لباقي البطولات اللي هتكون في الشهر القادم بإذن الله، ونتوج كالعادة بكل البطولات. عندنا أمل كبير جدا بإذن الله، وتفاؤل كبير إن الفترة الجاية بإذن الله البطولات أو معظم البطولات بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. دي كانت كل كواليس لقاء النادي الأهلي أو معسكر النادي الأهلي قبل لقاء الأهلي وأسوان. عودة ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز شريف شعبان، وزي ما حضرتك شفتوا يعني الأجواء هادية، وإن شاء الله إن شاء الله يعني الماتش هادي، ماتش ما فيهوش ضغوط، انما طبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على المكسب، حتى لو اتعودنا على كده، حتى لو كان ماتش ودي خلاص، طالما نزلت الملعب لعيب النادي الاهلي بيفكر في حاجه واحده بس، الفوز، المكسب بس، سواء انت بتلعب على بطوله او ما بتلعبش على بطوله، ده النادي الاهلي دائما وابدا، وده اللي شفناه من التدعيمات، برغم ان انت من 7 بطولات واخد 6،
من 7 بطولات واخد 6، لان انا برونزيه كاس العالم انا بحسبها بطوله. وهو ده النادي الاهلي، وهو ده يا جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي انتوا لازم تفكروا فيه. مش قزم يزعلنا، ومش قزم نكبره. سيب القزم قزم زي ما هو، هو هيفضل طول عمره قزم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي كابتن ايمن؟ اهلا بيك. نورنا يا كابتن. كابتن اسامه عرابي نورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا كابتن عادل عبد المنعم. نورنا عادل عبد الرحمن. الله يرحمه. الله يرحمه عشان تعرف بحبك قد ايه. اهلا بيك. نورنا كابتن عادل. ده ايه ده؟ كابتن عادل عبد المنعم منور. فالحلو هدفنا. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ خليك يا رب. الحمد لله. الماتش اللي فات شريف عملها. شفت بقى؟ طب حلو بعد 20 سنة يا كابتن. 19 بعد 20 سنة يبقى ده كويس. يعني 19 جول. 20 سنة. هيفضلوا يقولوا 20 سنة قدام حطم رقم بلال. بالظبط كده. الماتش اللي فات هو كان الكابتن احمد بلال، بمناسبة اللي احنا بنقوله على محمد شريف. محمد شريف وصل للهدف رقم 20. وبقى هداف دوري. كابتن احمد بلال فضل الرقم ده باسمه لحد ما محمد شريف حطم الرقم. كابتن احمد بلال كان ليه 19 هدف مع النادي الاهلي. حد يقول لي لا، سنه 74 75 كان الكابتن محمود الخطيب جاب 23 هدف. بس الكابتن احمد بلال خد هداف الدوري ب 19 هدف. اخد هداف الدوري الموسم اللي الكابتن محمود الخطيب جاب فيه 23 هدف. خد الهداف الدوري في الموسم ده الكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه نجم نادي الترسانه ب 34 هدف. كابتن شريف، كنت عايز اتكلم في البدايه سريعا عن اللي بيفرق بين النادي الاهلي والمنافسين، سواء عند لحظات الانكسار وهي نادره في النادي الاهلي، او لحظات الفرح والفوز بالبطولات المختلفه ودي كبيره جدا في النادي الاهلي. المشاعر والتعبير عن الفرحه. بص هقول لك على حاجه، مفيش نادي في العالم طول حياته خد البطولات كلها. لازم بيحصل ان بيجي لك وقت ما بتاخدش كاس مصر، كاس انجلترا ما باخدوش، باخد ال الدوري الانجليزي، باخد الدوري الالماني. مفيش بيفضل ممكن تكتسح البطولات دي اللي هي بطوله الدوري لمده 6 7 سنين ورا بعض. ده تقدر انت تكون السكواد بتاعك والشكل الاداري بتاعك والدنيا كلها منتظمه جدا، بتلعب على صعيد الفوز وصعيد التتويج دايما، والمجلس الاداره بتاعتك او المؤسسه بتاعتك بتوفر لك كل حاجه. زي ما انت كنت بتتكلم على توفير الامكانيات للسنه الجايه بمطالب جماهيريه، بلعيبه بتخش جنب اللعيبه وبتعمل شكل قوي جدا في كل المراكز. والانديه الكبيره اللي هي بتحتفظ بالبطولات وكلام، لازم في كل مركز تلاقي عندك لعيب او اثنين او ثلاثه في نفس المركز وبنفس القوه. ايوه. فبيعمل حاله تنافس وبيعمل لك حاله ثقه للجهاز الفني اللي معاك ان هو وانت رايح تلعب اي مباراه باي شكل من التشكيل. وده كان بيتوفر في سنين كتير قوي ايام ما احنا لعبنا. ايوه. وايام اللي بعدينا ايام مانو جوزيه كان لعيبه مصر كلها بتتمنى انها تكون موجوده في النادي الاهلي، واستطاع مجلس الاداره انه يوفر الشكل ده. عشان كده كان عندك بطولات كبيره جدا بالخمسه والسته في السنه، وما كانش في منافس الحقيقه ليك قليل قوي، وفي نفس الوقت خسرت برضو الدوري. أيوة. لو تفتكر مانو جوزيه لما جه. أيوة. اول دوري ما خدوش. فهي مش قصه ان انت بيروح منك دوري او يو مس. يعني انت بيفوتك. أيوة. دوري. أيوة. فاتك دوري. أيوة. انما فالقطر شغال وماشي على يعني نفس الوهج نفس التألق. انك انت رايح منك دوري ورايح تلعب كاس عالم انديه وسوبر افريقي جديد. وسوبر افريقي سوبر افريقي 24 سبتمبر ان شاء الله، ومتهيألي ليه سوبر مصري كمان. ده متأجل من السنه اللي فاتت. متأجل من السنه اللي فاتت معاك ثلاث بطولات لسه. بتلعبهم مين اللي هيلعب الثلاث بطولات دي؟ البطل. صحيح. البطل هو اللي بيلعب الثلاث بطولات دي. مظبوط. هو اللي بيمثل الكره المصريه في هذا الشان. صحيح. فلا يفوتك خدت بالك غير انك انت يعني راح منك دوري في ظروف كلنا عارفينها، تلاحق واصابات ودخول لعيبه وخروج لعيبه، واللعيب حتى اللي بيكمل معاك بيتعور وبيطلع لعيب تاني من جنبه. فكان عندك ظروف كلها ممكن تسمح لك ان فعلا يفوتك دوري. صحيح. مش مشكله يعني. كابتن اسامه، ايه اللي بيفرق النادي الاهلي عن بقيه الانديه او المنافسين يعني في حاله الفوز او الهزيمه؟
لا النادي الاهلي مؤسسه يعني منتظمه طول عمرها من ساعه ما النادي انشئ لثوابت ماشي عليها. زي ما شريف قال ما فيش فرقه في الدنيا او اي حتى شركه اي حاجه الا غير لما على قد النجاحات اللي بتبقى موجوده اكيد بيحصل بعض الاخفاقات احيانا، لانك انت برضو في النهايه ما بتلعبش لوحدك، يعني اكيد برضو في منافسين بيجيبوا مدربين وبيصرفوا وعندهم ادارات وعندهم اجهزه وعندهم برضو، لكن المهم ان انت في المجموع انت اللي ماشي بطريقه اصح طول عمرك، انت اللي ماشي على خطى ثابته الناس توارثتها عبر السنين طويله من حيث عدم التدخل مثلا من الادارات في شغل الاجهزه الفنيه، كل واحد بيبقى عارف دوره في الاجهزه الفنيه، ما فيش التخبط اللي بيحصل في فرق كتير داخل مصر او في الوطن العربي عامه، امكانيات ماديه انت بتعرف تستثمر وبتعرف تجيب ظروفك الماديه افضل من انديه كتير جدا، عندك كل مقومات النجاح، وعندك بتصلح نفسك تملي، يعني صحيح. تملي بتعدل من ادائك حتى وانت كسبان على فكره، يعني ما فيش سنه بنكسب فيها او نخسر فيها الا غير لما بيحصل بعض التعديلات باضافه لعيبه جديده عندها دوافع جديده، المراكز اللي بتبقى ناقصه عندك او اللي حصل فيها عجز اثناء الموسم لاي اسباب بتبتدي تدور عليها، كل الامور دي بتخلي النادي الاهلي هو اللي على مقدمه الانديه المصريه والعربيه والافريقيه، انه عارف هو بيعمل ايه في كل اساليب الاداره، زي ما قلت لك انه كل واحد عارف دوره، صحيح. الامكانيات الماديه متوفره، الاجهزه كل واحد عارف امكانياته ايه، كله بيعمل لمصلحه النادي الاهلي، كله بيعمل لمصلحه في الاخر، صحيح. ف يعني نتمنى التوفيق وان شاء الله طبعا اكيد النادي الاهلي هيضيف اضافات جديده للاعيبه تكمل مع اللعيبه اللي هتبقى موجوده لمزيد من البطولات ان شاء الله، يعني باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ايه اللي بيفرق بين النادي الاهلي وبين المنافس بتاعه لما ياخد البطوله في كل شيء حتى في التعبير عن الفرحه. طب يا كابتن نرجع الاول لثلاث نقط لازم نتكلم عليها، اولا جمهورك، ثانيا المنظومه بتاعتك، ثالثا اللعيبه اكفاء. دي حاجه. الحاجه اللي هي بتفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر المنظومه، بمعنى عدم التدخل، وانت قلتها قبل كده الكابتن اسامه قالها والكابتن شريف قالها، اعطاء كل واحد وظيفته اللي بيشتغل فيها، ودي حاجه مهمه جدا. الفكر بتاع الفرح دي مهمه جدا. ليه؟ انت ممكن بالفكر والمنظومه تاخد خمس ست بطولات ورا بعض، بطولات دوري، والدوري معناها قوه النادي في فكره. خلي بالك يا كابتن عادل، بمناسبه الكلام بتاعك دوت، النادي الاهلي من ضمن مرات اللي كسب فيها الدوري، مره كسب الدوري خمس مرات متتاليه، مره كسب ست مرات متتاليه، مره كسب سبع مرات متتاليه، مره كسب ثمان مرات متتاليه. بص يا كابتن، وفي كمان من 8 من 9 مرات متتاليه، لغايه 9 مرات متتاليه، 9 مرات متتاليه، يعني من 5 6 7 8 9. يعني احنا بنتكلم في فكر، فكر لما بتكسب اسلوكك في المكسب، ولما بتخسر اسلوكك في الخساره. صحيح. المكسب بيخلي الناس تنسى كل الاخطاء. انت بتتكلم عن البطل؟ اه ماشي. المكسب، انا بكلمك على منظومه النادي الاهلي. ايوه. المكسب هو دائما البطل، يعني قصدي المكسب يا كابتن ايمن دائما بينسي كل الاخطاء اللي عندك، اللي عندنا. مظبوط. بدليل انك انت نفس الشكل، انت المره دي لما ما ربنا ما قدرلكش ان انت تاخد الدوري، وبسبب ما، عشان بس نتكلم كلام حقيقي، يعني ان انت لما تخسر 15 16 بونت بفار تقدر تقول كان زمانك دلوقتي حاسم الدوري بقالك، حتى لو انا وحش، مفيش حاجه اسمها وحش. انا بقول لك كابتن حتى لو عندي اخطاء، عادي عادي هيكون في اخطاء اكيد. الدوري يا كابتن ما فيهوش وحش، انت اشتغلت كتير طبعا. انت لعبت اكتر نادي لعب في مصر، انت لاعب
تاني نادي وراك انت لعبت اكتر منه بحوالي 10 ماتشات من العيار الثقيل قوي. أيوه. انت لعبت في بطولة افريقيا ووصلت للفاينل، الفاينل اللي تشكك فيه وقال لك بالله بتلعبوا فرقه في الفاينل ضعيفه. لا لا، وبطوله افريقيا كلها ضعيفه. طيب ما خلاص طالما هي ضعيفه اللي يطلع من الادوار التمهيديه يبقى اضعف حاجه في الدنيا. انت فهمتني؟ فكمل في الفرح. خلينا في الفرح. ماشي. لما انت تفرح، ما هو الموضوع ايه؟ انك انت بتجري ورا الفرح وخلاص. أيوه. لكن انت ما بتفرحش الا بتعمل وبتشتغل. يعني فرحنا زي زعلنا، هو دي المنظومه الناجحه. أيوة. اللي هو تلاقيه واحنا فرحانين متزنين في ثبات انفعالي، ثبات الفكر واحد، وانت خسران مش بتهد الدنيا. لا، وفي حاجه واحد. كمان وانت كسبان مفيش اساءه للغير ابدا ابدا. بص يا كابتن، انا قالوا لي دي طبيعتنا في النادي الاهلي. انا قالوا لي ايه، في ناس كده عندهم خبص شويه بيقولوا لي النادي الاهلي بيجيب الصفقات الجديده بيغطي على الموضوع. قلت لهم طول عمر النادي الاهلي بيجيب صفقاته كسبان خسران بيدعم فرقته. ما اصل يا فرحتي انك تجري ورايا ان انا اجيب لعيب ولا اجيب اتنين ولا اجيب تلاتة، انت بتجري ورايا. صحيح. لكن انا في الوقت الحالي كسبت خسرت انا سلوكي واحد. مزبوط. ان ده سلوك البطل. البطل مين؟ البطل اللي ياخد خمس ست بطولات. انت قلته سبعة مرات وثمانية وتسعة، وقلته ثمان مرات وتسعة مرات متتالية. يعني انا الصراحة عاوز اقول لك حاجة، المركز الثاني صعب جدا. انا حسيته دلوقتي. أيوة. شوف انا بقالي قد ايه مبطل كوره، انا بقالي كتير مبطل كوره ما حسيتوش الا مره ولا مرتين. مظبوط. فانا حسيت انه صعب قوي ومر قوي. صحيح. لما تكون في المركز الثاني، لانك انت واخد على انك عمرك ما بتفكر انك تخسر. صحيح. مش غرور ولكن لا لا لا. ولكن عمل ومنظومه. صح. منظومه لعيبه اكفاء، جمهور عظيم، عندك جمهور كبير وبيساند فرقتك في اي وقت. صحيح. وخلي بالك هو مش زعلان من اللعيبه ولا زعلان من اي حاجه، هو زعلان لانه مش واخد على كده. أيه. انت دوقته الحلو على طول. صحيح. وهو يستاهل انه يدوق الحلو. صحيح. علشان كده لازم اللعيبه تتقبل والمنظومه شغاله بتدعم فرقتها تدعيم قوي. مزبوط. تدعيم كبير. وهنشوف الايام الجايه، احنا عندنا كاس عالم انديه، عندك كاس السوبر، عندك حاجات كتير قوي، كاس مصر المتأجل دلوقتي. فانت ما تبصش وراك، احنا عاملين زي السبق. صحيح. اللي بيلعب 100 متر وبص وراه بيخسر. صحيح. احنا ما بنبصش ورانا. صحيح. كابتن بلال يا هداف، كابتن عادل اتكلم على الارقام، هو كابتن اسامه والكابتن شريف عبد المنعم، وقال لك حجم بطولات النادي الاهلي. عايز بس اقول للكابتن عادل حاجه كمان قبل ما حضرتك تكمل كلامك او تعقب على الكلام دوت. النادي الاهلي اقرب المنافسين ليه. الدوري ده اتعمل سنة 48، يعني فات تقريبا 72 سنة، داخلين في 73 سنة. كويس. النادي الأهلي خد الدوري 42 مرة. كويس. النادي المنافس خد الدوري 13 مرة. معناها في خلال 72 سنة ان النادي الأهلي او اللي بياخد البطولة، النادي المنافس اللي بياخد البطولة محتاج 5 سنين ونص علشان ياخد بطولة الدوري. كويس. لو النادي الاهلي ما اشتركش وقفل الباب كده وقال مش هشترك في نشاط او هجمد نشاط الكوره، والمنافس فضل على نفس المعدل ده 5 سنين ونص ياخد بطوله، النادي الاهلي مش مشترك، منافس عشان يوصل لرقم 42 بتاع النادي الاهلي محتاج 165 سنه. والله العظيم بكلمك جد، دي حسابيا طلع. طب يبقى ده منافس؟ لا انا انا بتكلم بس. بص يا كابتن، يبقى ده انا اعرف ان السباق يبقى انا وانت دايما قصاد بعض كده. تمام. انا اطلع خطوه وانت تسبقني خطوه، انا اسبقك خطوه، لكن السباق يبقى انا واخد، انا عند خلاص. عارف انت كانوا عاملين حاجه كوميكس كده على واحد في سباق الميه اللي هو اللي بتاع اللي فاده في الاولمبياد. أيوة. تمام. الناس خلصت من 9 ساعات. تمام. هو جايبين له لقطه بقى، عارف 9 ساعات يعني في سباق الميه. خلاص. انت بتتكلم في واحد ايه يوم تاني. نام. أيوة. ده كويس انه ما غرقش. نخش. ما هو ده الكوميكس. بص يا كابتن بقى، انا عايز اتكلم على الفروقات بين النادي الاهلي والمنافسين في حاله لا قدر الله الهزيمه، ودي بتبقى نادرا تبقى موجوده في النادي الاهلي، واوقات الفرحه.
ودي كتير جدا في النادي. بص يا كابتن ايمن، انا انا عايز بس اقول طبعا يعني كلام جد، يعني مفيش منافس للاهلي في جميع البطولات، ماشي. لا على المستوى الافريقي ولا حتى على المستوى المحلي، ماشي. تمام. بطبيعه الحال انت لما بتبقى ماشي وضع طبيعي جدا بتجيلك محطات تريح فيها او تنزل فيها، يعني فاهم قصدي؟ اجهاد مثلا، حصل لك دروب في حاجه، اتعطلت طبعا من بطولات كتير، حصل لك حاله من التشبع في بعض البطولات. يعني الطبيعي جدا انت لما تكسب خمس ست سبع سبع ستة دوري عام، طبيعي في واحده منهم هتقع منك، اكيد ده وضع طبيعي. خد بالك، أيوك. مفيش نادي في العالم، انت النهارده مش برشلونه وريال مدريد، يعني برشلونه سنتين ريال مدريد سنه، مزبوط. سنتين سنه، دي المنافسه الطبيعيه. وداخل اتلتيكو بعد كده، خد بالك. لا اتلتيكو ده عامل هنا يعني احنا بنعتبره الثاني هنا زي في مصر يعني، لكن منافسه حقيقيه لا مش موجوده. أيوه. انا ممكن انا عندي استعداد ابارك لاي حد على فكره. أيوه. لان انا يعني احنا دايما في الكومبيتيشنز في المنافسات انت ما بتباركش للي قريب منك قوي. أيوه. لانك مش عايز ترفع من يعني مش عايز تتحمسه، مش ترفع. أيوه. من قيمته. أيوه. أيوه. لكن انا عندي استعداد ابارك للبعيد عني، فما عنديش ازمه ان انا ابارك لاي حد. أيوه. مهما كان. أيوه. اي حد ياخد دوري عام ابارك له، ما عنديش ازمه في الحته دي. أيوه. لكن في نفس الوقت انت برضه لازم تبارك لي. طب انت محتاج انك تبارك لي 42 مره عشان ارجع ابارك لك على بطوله الدوري عندي. أي. فاهم قصدي؟ أي. يعني الطبيعي جدا لما يصدر لما يعني يبقى انت واخد بطوله او انا الاهلي واخد بطوله. أي. لازم تبقى انت مرحب انك تعمل لي ممر يعني ممر شرفي. لازم مرحب، يبقى انت مرحب ان انت تبارك لي في كل الحاجات زي ما حصل البطولات اللي احنا خدناها بالظبط سنة. لكن ما تجيش تقول انا في تعصب عشان الاهلي ما بيباركش. لا ما تقول، ما تجيش تقول كده. ما تجيش يعني مش قاعده. أي. تاني حاجه ونقطه مهمه جدا، احنا تعلمنا نفرح عشان بكره. صحيح. تمام. لا اللي تعلم يفرح عشان بكره عشان عنده بطوله تانية. مظبوط. فاحنا بنفرح الفرح المؤقت بالظبط اللي يناسب حجمنا. مظبوط. لكن انت بتفرح فرح كبير قوي قوي قوي. تمام. عشان انت ما عندكش يعني ما عندكش احتماليه انك تكسب تاني. طيب انت ايه بص، عارف انت ام العروسه يعني الست اللي ما بتخلفش اصلا. أيوه. وبعدين ربنا يكرمها وهي عندها 43 سنه فتخلف عيل. أيوه. فخلاص دي. أيوه. فاهم قصدي؟ طيب انت ايه رايك في موضوع التدعيمات برغم البطولات الكتيره اللي خدها النادي الاهلي؟ خلينا نكمل حته الفرح. اتفضل. تمام. اللي حصل من بعض النماذج او اللي بيسموهم رموز لبعض الانديه في الفرح ده اسمه تعدي. تمام. انا على فكره انا مش زعلان منه، انا زعلان عليه. صح. بكلمك بقى بمنتهى الامان، زعلان عليه وعلى فكره ومقدر لو عمله اللي عمله ده واحد يعني عنده حرمان شديد جدا 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 جدا، فبيحاول يقول للناس كلها انا الحمد لله وصلت لدرجه كبيره. صحيح. يعني تمام. فانا ما بزعلش من الحته دي، لكن ما تقوليش انا مش هتعامل زي اي حد. انا كنادي اهلي بتعامل بالقيم بتاعتي. صحيح. بتعامل بحجمي الطبيعي، بتعامل بامكانياتي الطبيعيه. صحيح. مش هنزل لمستوى اي حد مهما كان. صحيح. دي في النقطه بتاعه الفرح يعني. النقطه الثانيه عايز اقول لك اللي كنت بتكلم على موضوع التدعيمات وهنتكلم فيها كلنا يعني. تمام. طبعا التدعيمات يمكن يعني الاهلي، ودي الحاجه اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والفكر والتنظيم. انت بتعمل خطه، عارف زي الخطط بتاعه الدول كده، خطه خمسيه، الخطه الخماسيه اللي بيسموها. أي. يعني أي. بتعمل خطه الخمس سنين قدام. أي. ده النهارده شغال، كسبت بطوله افريقيا ومع ذلك انت بتعمل تدعيم. تمام. خدت بطولتين ورا بعض، خدت بطوله دوري عام، كاس مصر، سوبر مصر، افريقيا، ثالث عالم، ومع ذلك انت النهارده بتبتدي تدعم من ولسه الدوري كمان بتاعك ما خلصش. عملت اربع صفقات مهم او ثلاث صفقات رسمي مهمين جدا بالنسبه لك. مزبوط. اثنين وينجرز، واحد بيلعب برضو يعني زي جوكر يعني. مزبوط. باك ليفت باك رايت، هاف ليفت هاف رايت، يعني زي مزبوط. ما تقول في تدعيمات اكيد تانية للنادي الاهلي منتظره. فده التخطيط الطبيعي، ده التخطيط بتاع تيم بيبص لقدام. صحيح. عنده فيجن كده بيشتغل عليها، بيقول ان انا مثلا لمده خمس ست سنين كمان انا خسرت دوري النهارده، طب انا بخسر دوري كل قد ايه؟ خمسه سته، يبقى انا عندي بلان لخمس ست سنين. صحيح. بشتغل عليها من دلوقتي يعني. صحيح. طيب نقول مع بعض تشكيل فرقه النادي الاهلي النهارده. هيبقى مصطفى الشوبير لحراسه المرمى، ناحيه اليمين رامي ربيعه، الشمال محمود وحيد، والاثنين اللي في القلب ورا ياسر ابراهيم وبدر بنون. قدامهم اثنين وسط دفاعي، اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، صلاح محسن ناحيه اليمين، محمد شريف ومروان محسن. هنصار التشكيل مره ثانيه، مصطفى شوبير لحراسه المرمى، ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال محمود وحيد، اثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وبدر بنون، قدامهم اثنين اليو ديانج واحمد نبيل كوكا، ورباعي المقدمه طاهر محمد طاهر صلاح محسن على الاطراف، ومحمد شريف ومروان
محسن، احتياطي النادي الاهلي حمزه علاء، احمد رمضان بيكهام، محمود متولي، سعد سمير، كريم نيدفيد، اكرم توفيق، محمد هاني، والتر بواليا، ومحمد محمود اللي بنقول له حمد الله على السلامه، بقاله كتير جدا 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 غايب ووحشنا، ونتمنى له ان شاء الله عود حميد. كابتن شريف، يمكن تدعيم الفريق بيبقى مهم جدا 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 سواء في الانتقالات الشتويه او الانتقالات الصيفيه. على مر السنين واستراتيجيه كل الانديه الكبيره بيبقى في حاله تدعيم بالرؤيه اللي انت بتشوفها بالنسبه للدوريات اللي انت بتلعب فيها، حتى لو كنت واخد بطولات كتير، حتى انت البطولات هي اللي بتخليك حاله الاستكشاف، انك بتتعرف على بالميراس، بتتعرف على بايرن ميونخ، غيرك مش محظوظ بهذا الشيء. بتلعبه وبيبقى في حقيقه في ارض واقع، بتشوف امكانيات الناس دي بتلعب معاك ازاي، انت ازاي بتقدر، عشان بتبص للعالميه وبتبص للشكل اللي يناسب حجم اسمك، انك انت تبقى موجود، فبتبقى طمعان في جميع اللعيبه اللي بتلعب في اي حته في العالم تكون موجوده عندك. لان خلاص جماليتك كبيره جدا. صحيح. المتطلبات بتاعتك اكبر من اي حد موجود خلاص. فما بقاش عندك هزار، يعني لازم عندك اللعيبه اللي انت بتشوفها على ارض الواقع في الدوري العام بيلعبوا في انديتهم بالامكانيات اللي موجوده، بيبقوا ظاهرين يا كابتن ايمن. فلما يجي يلعب بالك بقى بالتيشيرت الاحمر، القوه اللي هو بياخدها قد ايه، والشكل والتدعيم اذا كان الجماهيري او الاداري او اي حاجه بيعلى جامد جدا معاك. هناك في الفرق اللي بيلعب فيها بيبقى مطلوب منه مجهود اثنين وثلاثه في بعض. ايوه. مجهود من نص ملعب وفرود ويجيب جول. انت عندك بتوفر له التسهيلات والاسيستنج وكل حاجه من لعيبه ثانيه على مستوى عالي جدا وراقي جدا، فهم بيتحط في وسطهم بيعلى اكتر من الشكل اللي انت عجبك وهو فيه. أيوة. لما بتروح في افريقيا وتلاقي لعيب عجبك في افريقيا برضو بيعمل فوق الشكل اي لاعب، يعني انا بحس ان اي لاعب بيلعب النادي الاهلي بيلعب واحد في ثلاثه، يعني احس أيوة. الراجل ده النهارده واخد ايه؟ عندنا والراجل ده واخد ايه النهارده؟ خدت بالك عشان بيلعبنا بالشكل ده او بالروح دي او بالامكانيات دي او بالسرعات دي، هو ده اللي بيشد انتباهك. اللي بيشد انتباهك بتروح حاطط في المحفظه وكاتب وماشي. أيوة. حطه في المحفظه وتكتب، بتشوف امكانياتك انت وبتشوف ظروفك، الاصابات وبتشوف الايقافات وبتشوف الاعمار السنيه كمان مهمه جدا بالنسبه للجان بتاعتك اللي هي بتوفر لك احسن اللاعبين اللي بياخدوا على المستوى الاول والثاني والثالث. ورا هتلاقي اربع خمس بطولات انت مطلوب منك زي السنه الجايه كده، اربع خمس بطولات برضه هتوهجك، لازم تثبت فيهم ان انت موجود. بيبقى ابسط شيء ان انت بتحقق للجماهير المتطلبات البسيطه جدا، بيقول لك ايه شكل التدعيمات اللي جايه، ايه شكل الاهلي في السنه الجايه، فلازم يبقى دايما النادي الاهلي عنده في الاجنده المفاجات الجميله جدا والساره جدا بالنسبه للتيم نفسه وللجهاز الفني بتاعه. صحيح. والجهاز الفني بيخش برضه شريك في الحكايه دي، يعني اكيد مستر موسيماني كان عينه على اللعيبه دي او كان عينه على متطلبات معينه ومراكز معينه في وسط النادي الاهلي. صحيح. تيم النادي الاهلي، انا اللي كل اقدر اخلص الكلام اللي انا بقوله، اي لعيب بيجي يلعب في النادي الاهلي بامكانياته بيزيد اكتر من كده بكتير قوي بالامكانيات اللي موجوده اوريدي، بالخبرات اللي موجوده اوريدي في الملعب، الخبرات المتمثله زي علي معلول مثلا وهو موجود، والسوليه وقفشه ومحمد شريف دلوقتي وحسين الشحات، ما دي لعيبه داخل عليها لعيبه ثانيه. انا عايزك تتخيل هذا الشكل. صحيح. تتخيل هذه اللعيبه وهي في حالتها البدنيه الصحيحه، ما فيش اي اصابات، ما فيش اي حاجه معاهم، واللعيبه اللي جايه التدعيمات دي كمان معاهم كده. انت بقى عند جماهيرك راحه نفسيه كده، بقى انت رايح تلعب ماتش وانت معاك سلاحك وسلاح جامد جدا. مظبوط. مفيش قد حد يقدر عليك. لا هتقول لي الصفاره بقى حد. احنا دايما ان شاء الله نتمنى. بقول لك ايه، احنا دايما نقول ايه، النادي الاهلي هو اللي يكسب. مظبوط. النادي الاهلي هو اللي يجيب الاجوان، النادي الاهلي ما يبصش وراه. صحيح. علمونا كده واحنا صغيرين. صحيح. لا نبص للحكم ولا نبص لاي حد ولا بيحصل حاجات يعني فوق الكره تخش جون وما تحسبش، دي الحاجات دي طبعا لازم نقف محطات ونقف نتكلم عندها. مزبوط. انما احنا دايما بنعد العده. صحيح. للحاجات الكبيره قوي. صحيح. لشكل مستوى الناس كلها خدت كل حاجه. الجماهير خدت كل حاجه. انت بتكلمني على شكل الفرحه، ما انا مش ملاحق افرح. صح. افرح بايه ولا ايه ولا ايه، الحمد لله فاهمني. انما الطمع اللي بقى عندي دلوقتي
البرونزيه بقت مطلوبه فضيه ومطلوبه ذهبيه. وده الامل اللي بيتمناه اللعيبه دلوقتي والاداره والجماهير والجهاز الفني وكل حاجه بعد ما توصل مرتين للبرونزيه. لا انت النهارده بتطلع الفضيه وايه وبتجهز نفسك لكده يعني نفسيا. وان شاء الله التدعيمات اللي موجوده دي والفرقه كلها تبقى مع بعض عندها في دماغها اولويات ان هي تبقى في الشكل الاول والمستوى الاول بالنسبه لكاس العالم للانديه. يبقى بالتالي لما تيجي تلعب في كاس مصر او تيجي تلعب في الدوري او تيجي تلعب مع مستوى المحلي بتاعك يعني المفروض. اكيد هتبقى فيه طفره المفروض اللي كلنا بنتمناها الامكانيات. خدت بالك اللي احنا كنا بنطالب بيه كمان بصراحه يعني ان حرام ان يجي باك ليفت يفضل طول السنه هو اللي بيلعب لوحده. أي. يجي باك رايت طول السنه بجيب له واحد جوكر الصم يقعد جنبه. لا ما يبقى عندي قاعده عريضه وفي ايدي. والحمد لله الوقت دلوقتي بيدينا الفرصه ان احنا نحقق للجماهير مطالبها باذن الله. وفي اوقات كتير على مدار تاريخ النادي الاهلي كنا بنشوف اكتر من فرقه، فرقتين ويمكن ثلاثه في بعض الاحيان. وعايز اطمن جماهير النادي الاهلي اي لعيب بيخش جوه النادي الاهلي بيندمج بسرعه جدا. صحيح. ايمن لما جه يلعب في النادي اي حد جه من بره النادي بيخش بيحس بالالفه وبيحس بالاسره والعيله الواحده فعلا اللي احنا بنبقى فيها. والله ما بتاخد يومين حد. ما بتاخدش وبيلاقي ما فيش حد عندنا كله بيحتضن بيبص لاي حد جاي ان هو جاي ياخد مكانه. لا لا بالعكس خالص. بتبقى عمليه تنافسيه شريفه جدا. مزبوط. وكل واحد عنده ثقه في امكانياته وكل واحد صح. هو اللي بيجهز نفسه قدام المدير الفني. أيوة. هو اللي بيقول اه ده النهارده يلعب وده يلعب بعديه ب 40 دقيقه. بقول لك ده انا جيت على فطاحل يعني. انا لما جيت 84 كان في كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، حضرتك كابتن شريف عبد المنعم، كان في زكريا ناصف، كان في ناس كتير جدا جدا بيلعبوا قدام، كان كابتن طاهر ابو زيد. كنت ومع ذلك كل يوم تمرين بتتمرن وبتروح مبسوط وخلي بالك وبيبقى لك فرصه في الماتش وبتلعب واحنا مبسوطين وكنت جدا. باخد توجيهات منكم عشان عايزين تبقى كويس واحسن مننا. لان لو دامت ليا مش هتوصل لي. صحيح. لو دامت لغيري مش هتوصل لي. فهي دي الحياه ودي مؤسسه النادي الاهلي الجميله. انك انت اول ما بتخش خلاص لبست الشيرت الاحمر كلنا بنقول لك اهلا بيك وبتنور الدنيا. صحيح يا كابتن. طيب مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره بينعي الاعلامي الكبير استاذ حمدي الكنيسي. والاستاذ حمدي الكنيسي كان عضو مجلس اداره للنادي الاهلي لعدة سنوات ويمكن كان من اقرب الناس لقلوبنا وكان اهلاوي من الطراز الرفيع وكان من الناس اللي هي سلوكيا يعني ما حدش يقدر يتكلم عليها. فبننعي الفقيد وللفقيد الرحمه والاسره خالص العزاء. كابتن شريف يمكن حضرتك عصرت فتره الاستاذ حمدي الكنيسي. طبعا الف رحمه ونور جنة بما فيها يا رب. خلي بالك في حرب 73 كان مراسلنا مراسل عسكري استاذ حمدي كنيسي. ليه اكثر من دور في الحياه الاذاعيه والحياه الادبيه. صحيح. وزي ما انت تفضلت وقلت كان في النادي الاهلي من الشخصيات الجميله انك انت ما تحسش بيها. مزبوط. غير بالابتسامه وغير بحبه. صحيح. للرياضه وللنادي الاهلي خاصه. الف رحمه ونور استاذ حمدي الكنيسي. كابتن اسامه طبعا الله يرحمه الاستاذ حمدي الكنيسي من الشخصيات الجميله جدا. الواحد اتعامل معاها فتره طويله داخل جدران النادي الاهلي. على المستوى الشخصي كانت علاقتي بيه طيبه جدا وراجل محترم قوي. وزي ما شريف قال له ايادي بيضاء في اذاعه شباب رياضه الاذاعه المصريه. كان مراسلنا في حرب 73 مراسل عسكري وطبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي وصحفي كبير ويعني قامه كبيره في تاريخنا وتاريخ النادي. والله يرحمه ويصبر اهله. الله يرحمه ويغفر له ويلهم اهله الصبر والسلوان ان شاء الله. كابتن عادل عشرت شويه استاذ حمدي الكنيسي كتير يعني. يمكن انت ذكرت اهم اشياء اللي فعلها اللي كان مراسل حرب في حرب 73. يمكن كان كتير قوي بيكلمنا عن الوقت ده وكنا بنقعد معاه بنتفاخر باللي عملناه. وبالامانه كان من افضل الشخصيات اللي احنا قابلناها على مستوى الصحافه المصريه والاعلام. وليه يعني مواقف عظيمه في كل اللي قابلناه فيها يعني. صحيح. رحمه الله عليه والدنيا كده نعمل ايه يعني. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. كابتن احمد بلال حضرت الاستاذ حمدي كويس ولا ما حضرتوش؟ لا ما حضرتوش. صغير لسه. كنت
صغيره بس ربنا يرحمه يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله ويغفر له ويصبر اهله يا رب باذن الله. كابتن اسامه قبل ما نتكلم عن تشكيل النادي الاهلي فريق البطولات لا يتوقف ابدا عن التدعيم المستمر لفريقه. طبعا وانا يعني يمكن قلتها في اول حديثي ان ده طبيعي على مدار تاريخنا سواء بناخد بطولات او سواء احيانا نتعثر لكن التدعيمات مستمره لانك انت مستمر في البطولات ومستمر في الانجازات ومستمر ما بتبصش تحت رجلك انك انت تفرح ببطوله ولا بطولتين او انك انت اخفقت مره او كده انت بتبص لقدام تملي صحيح. فطبيعي انت لازم تحافظ اصل الوصول للقمه ده سهل يا ايمن مش سهل هو صعب طبعا ولكن المحافظه صعب صح. انك انت تفضل بطل العرب وطبعا مصر والعرب وافريقيا كل السنوات دي بكل البطولات دي بمسافات كبيره جدا على اقرب منافسيك فده مش جاي من فراغ فواحده صحيح. منهم التدعيمات الدايمه ل سواء مراكز الضعف اللي عندك او حتى في احيانا بتجيب ناس مش مجرد عشان يعني تشتغل مراكز الضعف لا لا انت ساعات بتجيب مستويات اكبر عشان توصل لمرحله اعلى زي ما انت زي ما قلت مثلا كاس العالم انت وصلت مرتين برونزيه ممكن عايز تبقى فضيه ممكن عايز توصل وروح المنافسه تزيد عندك بين اللعيبه وبعضها طبعا روح المنافسه تزيد كل ما كان في لعيبه على مستوى عالي عددهم كبير صحيح. في كل مركز المنافسه بتزيد فده بينعكس على اداء الفرقه بينعكس على البطولات طبعا بنفرح جماهيرنا فالتدعيمات دي مستمره طب ايه رايك الصفقات الجديده اللي جابها النادي الاهلي حتى الان بص انا ما اعرفش طبعا اللي هو بيرستاو ده انا ما اعرفوش خالص أي. اللي هو لكن ماكسوني شفناه طبعا في مباريات سيمبا ضد النادي الاهلي جاب فينا جول جناح كويس ولاعيب كويس ومهاري وسريع لكن المهم ان شاء الله طبعا يعني كاختيار في المرحله الاولى واختيار ناجح وهايل بس كمان نتمنى له التوفيق باذن الله لانه بعد كده الارض الواقع هي اللي بتثبت لانه احنا احيانا كنا نجيب ممكن صفقات مستواها عالي جدا ولا يوفق في النادي فانا اتمنى له ان شاء الله انه يكون موفق ويكون اضافه كبيره لان انت من الاماكن اللي كنت محتاج فيها لعيبه فعلا يمكن اكتر اماكن كنت محتاج فيها لعيبه هي الاطراف اطراف الملعب يعني بالذات الاجنحه كنت بتحس بغيابات اي حد بتلاقيها مؤثره لو غاب مثلا حسين لو غاب كهربا لو غاب صلاح لو غاب اي حد جايه فتره كان طبعا من نجوم الفرقه فاي خلل كان بيحصل في الحته دي كنت بتحس فيها بعجز شويه فاحنا واضح انه ماكسوني طبعا من اللعيبه كويسين بيلعب على الاطراف بيرستاو انا اللي انا سمعته انه نفس الشيء بيلعب على الاطراف وممكن يلعب في العمق ايوه كريم فؤاد من اللعيبه المميزين جدا صحيح طبعا سنه صغير ده من الـ من الـ من الاهداف لكن مش كل الهدف انت اساسا بتجيبه عشان هو لعيب كويس لانك انت احيانا ممكن تجيب لعيب عنده 27 و28 29 سنه عشان خبرته ويفرق معاك لكن كريم بعيد عن انه سنه صغير هو لعيب كويس فعلا صحيح. سريع مهارته كويسه عنده مرونه تكتيكيه بيلعب في اكتر من مكان مزبط. بيلعب باك شمال بيلعب باك يمين واحيانا بيلعب في وسط الملعب او على الاطراف في الاجنحه صح. فهو لعيب مميز فحتى الان الصفقات اللي انا عارفها اللي هي ماكسوني وكريم فؤاد صفقات هايله زي ما انا قلت لك بيرستاو يمكن انا لسه ما شاهدتوش ولا مره لكن كل الناس بتقول عليه لعيب كويس واكيد النادي الاهلي طالما جابه يبقى اكيد في رؤيه كويسه أكيد. للناس اللي اختارته ان يبقى موجود في النادي الاهلي يعني اكيد طبعا ونتمنى لهم التوفيق نتمنى لهم ان ربنا يقيهم شر الاصابات طبعا يعني دي مهمه جدا طبعا يعني من الاشياء اللي بتعطل لعيب كتير صحيح. جدا صحيح. الاصابات ودي طبعا بتبقى احيانا بتبقى فيها جزء منك لو انت مهمل في في في, في انك بتسهر كتير ما بتحافظش على تدريبك وفي احيان بتبقى قدريه بقى انت بتعمل كل حاجه صح صحيح. ولكن ربنا بيبقى رايد لك الاصابه مظبوط فربنا يبعد عنهم الاصابه ونتمنى لهم التوفيق مع الفرقه ان شاء الله. طيب تعالوا نروح لملعب مباراه وزميلنا شريف شعبان نتعرف منه على اخر اجواء قبل بدايه المباراه اتفضل يا شريف.
تعالي ليك يا كابتن ايمن وليوفك ولكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد الاهلي والسلام ومباراه الاهلي واسوان اللي هتكون في التاسعة مساء يا رب باذن الله التوفيق يكون النهارده مع النادي الاهلي ونفوز في اخر جوله من جولات الدوري الممتاز. يمكن النادي الاهلي استغرق من فندق الاقامه الى ملعب المباراه حوالي 20 دقيقه. الاجراءات الاحترازيه قويه جدا، يمكن النادي الاهلي حريص من اول الفندق تطبيق الاجراءات الاحترازيه، وايضا في استاد الاهلي والسلام يمكن نور بيقوم تعقيم كل ما هو موجود في أرض الأهلي واستاد الأهلي والسلام من دكك البدلاء، أرضية الملعب، في بعض أجزاء أرضية الملعب، الشبك، غرف الملابس، كل مكان بيتواجد فيه لاعبي النادي الأهلي بيتم تعقيمه طبعا حرصا على سلامة لاعبي النادي الأهلي. يا رب يسلم بإذن الله يا رب كل الشعب المصري من وباء كورونا. يمكن فور وصول الحكم سعيد حمزة هو طاقم التحكيم الخاص به كانوا حريصين ينزلوا أرض الملعب لتفقدوا أرض الملعب. كان ليا لقاء او جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي وسالته على محمد الشناوي اخبار يعني التعب اللي كان في معدته ايه، قال لي لا خلاص حالته تحسنت 100% واصبح جاهز ما عندوش اي مشكله خالص. وسالته على تطعيم الكورونا او المصل الكورونا لكل الجهاز، قال لي بالفعل الجهاز تم تطعيمه او تم طبعا اخذ الجرعه واحده وخلاص الجهاز الفني بالكامل والاداري اخذ المصل، وفي انتظار بعد الاجازه هيكون اللاعبين كل اللاعبين هيتم تطعيمهم المصل كورونا. فالاجراءات الاحترازيه والتحصينات كلها للاعبي النادي الاهلي شغاله على قدم وساق. يا رب باذن الله النهارده بس توفيق يكون مع النادي الاهلي. على الجانب الاخر فريق اسوان اتكلمت مع الكابتن بيبو المدير الفني لفريق اسوان عن مباراه النادي الاهلي، قال لي حاولت الفتره اللي فاتت اخرج اللعيبه من حاله الاحباط بعد النزول الى الدرجه الثانيه او الممتاز، بيقولت لهم العبوا كرتكم قدام النادي الاهلي وقدامكم فرصه كبيره جدا ان الاهلي ممكن ما يلعبش بالاساسيين فلازم تظهروا بشكل جيد. حاجه كده ختام لفريق اسوان في الدوري الممتاز عشان كل الجماهير تفتكر فريق اسوان في الدوري الممتاز، ونستعد ايضا لكاس مصر وعندهم امل كبير جدا يفوزوا على فريق الزمالك ويصعدوا الى المباراه النهائيه في كاس مصر. طبعا تمنيت له التوفيق، فريق اسوان فريق جيد ومين ما يحبش اسوان، فطبعا تمنيت له التوفيق في كاس مصر، ولكن النهارده قلت له باذن الله الاهلي هيفوز بإذن الله. ده كل ما يخص كواليس مباراة الأهلي وأسوان اللي تبدأ بعد قليل. أعود إليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز شريف شعبان. كابتن عادل، يمكن الكابتن أسامة كان بيكلم على الصفقات الجديدة، يعني أنا عايز أذكره ببيرسي تاو لو فاكرين بطولة أمم أفريقيا اللي أقيمت في مصر سنة 2019 وخروج مصر على يد جنوب أفريقيا، كان اللي تسبب في خروج مصر هو كان بيرسي تاو. بس اللي عايز اسالك من وجهه نظرك ايه اللي يخلي لعيب بحجم بيرسي تاو بيلعب في الدوري الانجليزي يضحي بالدوري الانجليزي ويجي يلعب هنا في النادي الاهلي؟ هو جاي على اسم النادي وليس على الدوري. أيوة. خلينا نبقى مقتنعين الدوري الانجليزي افضل دوري على حول العالم، يعني يمكن افضل من الدوري الاسباني والالماني، ده رقم واحد. أيوة. فهو جاي علشان اسم النادي، علشان يلعب بطولة العالم اللي هو كاس العالم الأندية، عشان ياخد بطولة افريقيا. لو هو شايف انه رايح مكان ما بيروحش للعالمية ما كانش جه. ايوه ده دي ضروري. الحاجة التانية بمناسبة العالمية، يعني عايزين ننزل ارقام النادي الاهلي السنة دي ونشوف ايه الارقام بالظبط، لان في ناس قالت ارقام كده غير واقعية على بعض الأندية وقالت ان مش النادي الاهلي هو صاحب القوة الهجومية الاكبر في الدوري دوت، فعايزين بس نشوف على الشاشة بعض ارقام النادي الاهلي السنة دي. بص يا كابتن، معانا التحليل الهجومي للمراكز الثلاثة خلال الدوري 2021 اللي احنا فيه دوت. فرص على المرمى النادي الاهلي 293 فرصة، ماشي؟ نادي سموحه 182، يبقى خلق فرص على المرمى النادي الاهلي اكبر. الاهداف المتوقعه من الفرص دي كام؟ 68 هدف، بس النادي الاهلي نجح انه يجيب 70 هدف منهم، يبقى هنا في نسبه نجاح. نادي الزمالك جاب 61، نادي سموحه اللي هو في المركز الثالث جاب 45. الاهداف نادي الاهلي 70، نادي الزمالك 60، نادي سموحه 54. خدش بقى كابتن على ضربات الجزاء. نادي الاهلي جاب 7 من 8
نادي الزمالك جاب 13 من 17 17 ضربه جزاء، دي معناها ان انت تقريبا كل ماتشين بتحسب لك ضربه جزاء دور بحالي. سموحه 1 من 11 اهداف من ضربات حره، اهداف من ضربات حره نادي الاهلي 0 زمالك 1 زمالك 1 وسموحه 2 تمام. طيب اللي احنا شايفينه من التحليل الهجومي على الشاشه من الارقام ديت ان النادي الاهلي هو صاحب اقوى هجوم، والنادي الاهلي ال 15 بونت بتوع الفار كان زمانه في حسم الدوري، انا بقولها لك بمنتهى الامانه. سموحه فعلا 11 من 11 مش 1 من 11، ده جات له 11 بينالتي جاب ال 11 يعني ما ضيعش ولا بينالتي. كابتن ايمن خلينا من الارقام، الارقام بتعكس حاجات كتير لكن انت بتتكلم في المنظومه نفسها. كويس. كنا بنتكلم على اللعيب اتاو اللي جاي من الدوري الانجليزي، ليه يضحي بدوري انجليزي ويجي الدوري المصري؟ هو مش جاي على الدوري، هو جاي على اسم النادي. خلي بالك كابتن ايمن في طموحات جديده، يعني اللعيب اللي راح الدوري الانجليزي عاوز يتسوق تاني يرجع الدوري الانجليزي، لو نزل لليفل اقل مش الليفل بتاع الدوري لكن الليفل بتاع النادي، هو رايح نادي كبير، رايح نادي كبير علشان يتسوق تاني. كتير كتير بيسالوك مثلا لما تيجي ليا اصدقاء كتير او مدربين كتير يمكن اتدربت معاهم في الدوري السعودي اصدقاء يعني بتكلم معاهم، ايوه اول كلمه بيقولها لك انه يتمنوا انه يدربوا النادي الاهلي. صحيح. انت في ليفلات للمدربين، في مدرب كبير ما تقدرش تجيبه، مظبوط. انا بكلمك ولا الاهلي ولا اي حد يقدر يجيبه لانه رقمه عالي جدا وهو طموحاته كبيره في 5-6 انديه اللي هو او في 5 دوريات في العالم الكبار بيشتغل فيهم. صحيح. في الليفل الثاني والثالث، انت بتاخد من الليفل الثالث الثالث دايما افضلهم. أي. انت تلاقي المدرب يجي لك النادي الاهلي ليه؟ عشان نقطتين مهمين، زي ما احنا بنيجي نتكلم مثلا لو احمد بلال مثلا، لو جه احمد بلال انا فوضته على انه يجي الاهلي برقم ويروح اي نادي ثاني برقم. فانا وانا بفوض احمد بلال وهو انسان ذكي هيقول ايه؟ يعني اقول له انت مثلا هتاخد مليون والنادي التاني عرض عليه 2، طب ما انت هتاخد مليون وهتكسب بطولات ب3-4. فده الفكر. أي. دي 1-2 القيمه التسويقيه بتاعتك لو دلوقتي انت بمليون هتروح النادي ده هتبقى القيمه التسويقيه بتاعتك 7 مليون، مظبوط. لكن لو رحت النادي اللي خدت فيه 2 مليون القيمه التسويقيه بتاعتك هتبقى 3 بالكثير. فانت في فكر احترافي. اما التدعيمات بقى يا كابتن، ايوه عاوزين نتكلم عليها. ماشي. اولا انت بتعمل تدعيمات محسوبه، بمعنى ان ما فيش حاجه اسمها انك تجيب 7-8 لعيبه في مكان. احنا النادي الاهلي كان عندنا فتره كده يمكن عندنا من 5-6 سنين كان عندنا 16 لاعب على الطرف اليمين والطرف الشمال. ايوه دي حقيقه يعني. ايوه الكلام ده من ايام قبل اخر اول سنه لحسام البدري في النادي الاهلي كان عندك 16 لاعب هنا و16 لاعب. دي معناها انك انت ما درستش الامر انك انت تحط 2 لعيبه في كل مكان. تيم الكوره المحترم في الوقت الحالي لازم بيمر ب4 اجيال، لازم يبقى جوه التيم 4 اجيال، جيل صغير قوي. أيوه. لو ممثل في مثلا كوكا ومصطفى شوبير اللي بقى لهم 2 سنين بيبقوا احتياط وبيشتغلوا، دول من العيال الصغيره اللي طالعه. الجيل الكبير قوي اللي هو بيتمثل في وليد سليمان ويتمثل في الجيل المتوسط ده المهم بقى. ازاي انت بتجيب لعيبه من سن ال 22 سنه ل 27 سنه وازاي تجيب عدد من 27 ل 34؟ ده بيجي لك فين؟ لما انت بتقعد تحسب المباريات بتاعتك وهتلاعب مين ومدرب او مخطط احمالك بيعمل لك البلان بتاع السنه انك انت ازاي هتشتغل بالتيم ده في بطولة افريقيا وهتخرج من بطولة افريقيا على دوري مصري وبعدين ترجع بطولة افريقيا. ده حمل مختلف. النادي الاهلي مر بظروف صعبة للغاية فنية، الناس وبيعمل مش واخدة بالها ايضا لمتوسط السن. طبعا الناس مش واخدة بالها. كتير ناس بتغلط بيقول لك طب ما هو النادي الاهلي نادي كبير وفي لعيبة كتيرة، لكن في التكيف جوه الملعب بدليل انا لو عندي 3 اتيام مش هلعب بالتلاتة. برشلونة وريال مدريد والاندية دي بتلعب ب14-15 لعيب طول السنة. ما ينفعش ان انا العب
الفرقه اللي بتلعب باكتر من 22 لعيب جوه الملعب طول السنه بتبقى عندها خلل ومشكله، بيبقى عندها خلل بدني ان هو بيتعور لعيبته كتير فبتشرك الباقي، بيبقى عندها خلل فني انك انت ما بتعملش الثبات بتاع التشكيل، بدايه التيم الجيد ثبات التشكيل. فاحنا اتكلمنا على ال 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 كريم فؤاد مثلا. ايوه فكره كريم فؤاد دي من اهم، يمكن انا عايز اقول لك من اهم الصفقات، يمكن اكتر صفقه عجباني هو كريم فؤاد. ليه؟ لان كريم فؤاد ده جوكر يقدر يلعب لك في اكتر من مكان. اي نعم ممكن الجوكر بيجي على عليه حته فنيه ان هو ما بيبقاش عنده استقرار فني شويه، لكن بيبقى مفيد جدا للنادي الاهلي. فالفكر بتاع كريم فؤاد ده ممكن يعمل لك حوالي 3 اماكن في القايمه زياده. ايوه انت عارف يا كابتن ايمن، الناس فاهمه ان ممكن لو حطيت لعيب بيبقى بفرد واحد، لا، في لاعب بيبقى لاعب واحد جوه القايمه، وفي لعيب بيبقى 3 اماكن جوه. علشان كده دائما دائما النادي الاهلي بيشتغل بالفكر ده. لو النادي الاهلي ما اشتغلش بالفكر ده مش هتلاقيه عنده استمراريه مكسب دوري. ودي مهمه جدا. ويمكن بلال اتكلم في نقطه مهمه، قال لك على المنافسين وازاي تبقى قريب وازاي الفرحه الاستريه دي. لازم يعرف كمان ان المكسب تكيف، انك انت برضو بتتكيف ازاي، انت خدت خبراتك وانت بتكسب دوريات كتير، ففرحتك هتبقى هادية ورزينة. لما تتحرم من الدوري فترة طويلة قوي او ما بتاخدهوش، ففرحتك هتبقى هستيرية، مش داخلة في العقلانية. يعني حتة العقلانية انك انت انسان متمرس على المكسب، غير انسان غير متمرس على المكسب. ثقافه المكسب نفسها دي مهمة. وهدت الموقف. بص الاهلي مستو لما بيخسر ما بيهدش الدنيا، ولما بيكسب ما بيفرحش قوي، علشان لو فرح قوي مش هيعرف يشتغل بكره، مش هيكسب الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ويفضل يكسب. لو خسر هد المعبد، مش هيكسب الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. ده الفكر يعني. طيب تعال ناخد مع بعض تشكيل اسوان النهارده. طلعت الجبلاوي لحراسه المرمى، وثلاثه في خط الظهر، سولمون منساه، هيثم مصطفى، محمد جابر ميدو. قدامهم اربعه: احمد خالد، احمد صغيري، عبد العزيز موسى، احمد سالم صافي، واثنين قدامهم عمرو الحلواني واحمد دحروج وراس حرب وحيد اشرف مجدي. مره ثانيه طلعت الجبلاوي لحراسة المرمى: سولمون منساه، هيثم مصطفى، محمد جابر ميدو. قدامهم أربعة: أحمد خالد، أحمد صغيري، عبد العزيز موسى، أحمد سالم صافي، عمرو الحلواني وأحمد دحروج وأشرف مجدي ثلاثي المقدمة. والبدلاء: خالد وليد، محمد خليفة، أحمد عبد الظاهر، الحسيني سمير، محمد العشري، محمد أسامة، حمزة مجدي، عمرو رضا، وأحمد بيليا. كابتن بلال، المباراة تعتبر تحصيل حاصل، ازاي انا كمدير فني اخلق الدوافع اللعيبه في مباراه زي دي؟ لا، انت بتلعب بقيمتك يا كابتن ايمن، بتلعب بقيمه النادي الاهلي، بتلعب بامكانيات وقدرات اللعيبه وقيمه الاهلي وقيمه المدير الفني، وبتلعب بامكانياتك. طبعا مفيش، انت مش محتاج انك تحط دوافع، لان المباراه زي ما انت قلت هي مباراه تحصيل حاصل في النهايه، لكن انت بتلعب باسم النادي الاهلي. هو ده الدافع الاكبر بالنسبه لك. ما ينفعش انا اكون بلعب باسم النادي الاهلي وبامكانيات وقدرات النادي الاهلي، حتى ولو خسرت دوري عام، حتى ولو كنت مغير 6-7 في التشكيل، حتى لو كنت مغير التشكيل كله، وما يبقاش اللعيبه اللي في الملعب عندها الطموح اللي يخليهم ان هم يلعبوا بروح قتاليه عاليه جدا، بيلعبوا من اجل المكسب. انت مش فرقه عاديه، فمش فارق معاك انك تكسب او تخسر، لا، انت فارق معاك انك تكسب او تخسر، ده عشان اسمك وعشان قدراتك وعشان امكانياتك، مش عشان انت بقى الماتش مهم بالنسبه لك او مش مهم بالنسبه لك. اي فرقه بتلعب النادي الاهلي، حتى اسوان النهارده فرقه النهارده ما عندهاش اي حاجه، ما عندهاش حاجه تبكي عليها، ما عندهاش حاجه تتشبث بيها، لكن عنده طموح كبير جدا انه بيلعب النادي الاهلي. الماتشات اللي زي دي بالنسبه للفرقه الصغيره بتبقى ريكورد يا كابتن موجوده. هو بيسيفها عنده في الهيستوري بتاعه، بيقول ان انا كسبت النادي الاهلي او تعادلت مع النادي الاهلي او لعبت النادي الاهلي في المباراه، والمباراه طلعت مثلا بنتيجه التعادل. حتى اللعيبه داخل الملعب كل واحد بيحكي عن المباراه دي وتفاصيلها فيما بعد، بيقول ان انا لعبت قدام النادي الاهلي وقد لا تتكرر الفرص مع لعيبه كتير. يعني النهارده في لعيبه ممكن من الفرقه دي تلعب درجه تانية، فيبقى بالنسبه له ده اخر ماتش يلعبه ممكن قدام النادي الاهلي، وفي اللي عايز يسوق نفسه، في اللي عايز يسوق نفسه، مش هيلاقي مباراه افضل من كده في حياته ان هو يسوق نفسه ويؤدي اداء قتالي قدام النادي الاهلي. اللعيبه حتى اللي بتجيب اجوال
كفراوده او مثلا كلعيبه نص ملعب بيبقى في تاريخها ان هو يسجل هدف في النادي الاهلي. فالنهارده انت بتلعب اسوان عندهم طموح مختلف شويه، مش طموح البقاء ولا طموح ان هو عايز ياخد ثلاث نقاط ولا يتعادل، لا الموضوع بقى مختلف. حتى كمدير فني النهارده في السي في بتاعه بيقول لك انا تعادلت في سنه 2021 مع النادي الاهلي، ده موجود في السي في وبيعلي من قيمه المدير الفني. فالنهارده انت بتلعب فرقه عندها طموحات مختلفه بخلاف انه بيلعب على ان هو يقعد في الدوري العام او لا. الناحيه الثانيه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اللعيبه اللي موجوده دي في الملعب اللي هتلعب النهارده فرصه بالنسبه له لاثبات الذات. في بعض اللعيبه ما بتاخدش فرص، فالماتشات اللي زي دي وماتشات الكاس بتبقى فرص لبعض اللعيبه انه يثبت امكانياته ويثبت قدراته ويقول ان انا موجود واستحق اكون موجود داخل قائمه النادي. حتى مش ممكن يبقى مش داخل ال 18 فيما بعد، ولكن يبقى جوه قائمه النادي الاهلي، ده محتاج مجهود كبير جدا جدا، محتاج انك تعرض نفسك بشكل كويس قوي، محتاج انك تبقى على قدر مسؤوليه النادي الاهلي، انك بتلعب في تيم زي تيم النادي الاهلي. انما كون ان انت بتلعب بقى النهارده ومش فارقه معاك فانت هتخسر، ما اعتقدش ان اللعيبه دي ممكن بتكون بتفكر بالشكل ده، او حتى كمان المدير الفني ممكن يكون بيفكر بالشكل ده. كابتن شريف، يمكن لعيبه النادي الاهلي النهارده عايزه برضو تختتم الموسم ختام جيد وتصالح جماهيرها ولو حتى كان الفوز معنوي. ايه رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ طول السنه واحنا قاعدين بنقول اللي جوه زي اللي بره يعني، بس اديهم الفرصه. الفرصه تتاح ليهم ان هم يبقوا موجودين جوه الملعب. فانا عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. سنين كتير كنا بنقعد نلعب وبناخد الدوري قبلها بخمس ست اسابيع، وبيجي علينا الماتش الاخراني ده وكلنا نريح. يعني اللعيبه اللي هي بتلعب اساسي بتريح، واللعيبه اللي هي ما خدتش كتير فيجي قبلها اللعيبه اللي ما خدتش كتير دي تلعب وتروح كسبان 4-5 الماتش الاخراني وواخد اللقطه. كان بيحصل كده صح. وتلاقينا احنا نازلين معاهم عشان نتوج بالبتاع، بس هم اصحاب الفرح. ايوه صح، يعني مش احنا اصحاب الفرح. الشكل الاساسي يعني. ايوه، فساعتها بتبقى ميزه. والناس اللعيبه نفسها معنوياتها بتطلع جامد جدا، واحنا كنا بنفرح لهم. لا مش بنفرح لهم بس، احنا بنبقى يعني حاسدين اللحظه. يعني احنا ايه يا ريتنا لعبنا يعني. فاهم قصدي؟ فبتبقى في لحظه معينه بالنسبه للعيبه حلو قوي، بالنسبه اذا كان اسوان او بالنسبه للنادي الاهلي. الحقيقه عندهم فرصه النهارده للشو، عندهم فرصه النهارده، فيش ضغوط نفسيه ولا في اي حاجه خالص. يعني ريتنا انا حتى لو مدرب هقول لهم ايه؟ اتمتع، انزل اتمع، متع نفسك، العب، اثبت يعني انك انت تقدر تلعب في المكان ده والمكان ده والمكان. وبيبقى في حريه تحرر في الملعب. يعني ما بيبقاش هنا المدير الفني فيش قيود، او ما اعرفش مستر موسيماني مسافر متهيألي ولا ايه، موجود النهارده. اذا كان موجود او مش موجود او ما ينوب عنه في الملعب، الحته دي بتبقى نفسيه بحته. ايوه، اللاعب نفسه بيلعب لحسابه. وفي نفس الوقت التيشيرت تقيل وعارف ان في امكانيات معينه، تعليمات معينه، كل حاجه ما تزيدش ولا تقل على اللي كان قبل كده. صحيح. انما هي بتبقى حظوظ ليك انت، ممكن تفرق معاك رغم التدعيمات ورغم كل حاجه، تلاقي ولاده نجم النهارده. صحيح. في مباراه مش في الحسبان. مظبوط. يعني شكل لعيب يجيب لك جولين هدفين ثلاثه النهارده، متعود على محمد شريف، تلاقي النهارده مروان طالع وشايط وجايب، صلاح محسن مثلا من الناس اللي احنا دايما بنتكلم عنهم كويس وبنبقى عايزينهم دايما في الشكل اللي هو في المكان ده، في المكانه دي، على الاقل يبقى قريب. أيوة. ما يبقاش بعيد، ما ياخدش بعد نظر عن الجهاز، عن المدير الفني. طاهر، محمد طاهر دايما بندعمه لانه لعيب فايتر، وبنحاول نخليه من غير اصابات، من غير ايقافات، من غير اي حاجه، جوه التيم دايما ليه ميموريز وليه لحظات. جاب لنا جوان مهمه. صح. جدا في بطوله افريقيا، جاب لنا جوان في الدوري سان داونز. جاب جول حلو قوي. فكل لعيب بيبقى له بصمه. النهارده انت ما فيش عليك ضغوط، العب كورتك، العب لنفسك، العب لفرقتك، اعمل الذكرى الحلوه وانت ماشي، خاصه اذا كان اسوان ماشي راجع للبطوله الثانيه، الدرجه الاولى بيه. وانت اذا كنت بتودع بطوله وبتقول انا لعبتي A و B، A B C كله A. أيوة. واحنا على طول كله A. أيوة. فأهلا بيهم وبشكرهم بالنيابة عني وعنكم وعن جميع الأهلوية،
موسم طويل جدا، تلاحم كبير جدا، ارهاق كبير. النهارده عايزينكم تمتعونا ونعمل حسن ختام باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لتشكيل النادي الاهلي النهارده؟ ما يعني تشكيل منطقي في انك الدوري انتهى، الدوري انتهى. فمستر موسيماني مريح عدد كبير جدا من اللعيبه اللي لعبوا بصفه دايمه وكانوا محتاجين راحه، يعني هم ما كانش عندهم فرص للراحه كتيره. فهو النهارده انت بتلعب اخر مباراه، الدوري حسم، فلازم تدي فرص. فهو تقريبا يعني في حوالي 5 أو 6 لعيبه يعتبروا في التشكيل في معظم المباريات، يعني بتتكلم على محمد شريف، بنتكلم على طاهر، محمد طاهر، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، بدر بانون بس باستثناء طبعا الماتشين 3 الاخرانيين، ورامي ربيعه وصلاح محسن. لكن اللي يعني جداد تماما مصطفى شوبير، نتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله. بإذن الله. محمود وحيد لم يشارك فتره طويله. احمد نبيل كوكا طبعا برضو من اللعيبه اللي ما شاركتش يمكن مباراه او حاجه، ومروان محسن الفتره الاخيره. يعني هو حوالي 4 أو 5 لاعبين بس هم اللي ما كانوش بيشاركوا بصفه دايمه. بس وجود مروان محسن في الخط الامامي مع محمد شريف كراسي حربه، هل هو هيلعب راسي حربه كده فعلا بالظبط، ولا مروان ممكن يكون هو اللي قدامه محمد شريف تحتيه شويه؟ لا بص، هو واضح النهارده انه اسباب كتيره اولها مثلا عدم وجود قفشه. ما انا بقول لك، ما انا هو اسباب كتيره مخليه الراجل يلعب كده. اولا حسم الدوري للمنافس، انه يريح بعض اللعيبه لانه عنده بعد كده بطولات اخرى جاي فيها. فهو النهارده لعب بشكل مختلف. احنا في فترات كنا بنطلب انه يلعب 4-4-2 براسين حربه احيانا في بعض المباريات في الدوري، يمكن هو ما اتعملتش كتير، لكن النهارده في فرصه. الماتش يعني زي ما قلت لك الدوري محسوم، فسهل انه يجرب، مفيش ضغوط. فهو وفي ناس اللي ما لعبتش، فمفيش مشكله انه يلعب بهذا الاسلوب. يعني هو بيلعب بمروان وشريف قدام، احيانا هتلاقي شريف تحت شويه، احيانا هتلاقي شريف في الجناح شويه ومروان، لان مروان مش من الناس اللي بتلعب مركز 9 اللي هو صانع اللعب، لا مروان تملي قدام. فهو اكتر هتلاقي الحركه من شريف وصلاح محسن ومحمد طاهر. يعني في اوقات هتلاقي محمد شريف جنبه بالظبط، واوقات هتلاقي صلاح محسن هو اللي بيدخل، محمد طاهر هو اللي بيدخل، واليو ديانج واحمد نبيل كوكا هم اللي في النص. وممكن كمان تتحول ل 4-3-3، يعني يبقى ديانج وشماله احمد نبيل كوكا ويمينه طاهر، والثلاثه هم اللي قدام، يبقى شريف وصلاح وقدامهم مروان محسن. تشكيل منطقي زي ما قلت لك للظروف اللي احنا فيها، وبيدي فرص لبعض الناس. اعتقد بهذا التشكيل النادي الاهلي قادر انه يكسب فرقه اسوان. يعني فرقه اسوان خلاص نزلت درجه ثانيه هارد لك، يمكن لسه بيلعبوا في الكاس، لكن بالنسبه لهم هم بيلعبوا 5-4-1. يعني اختارهم بيبقى عمرو الحلواني في الضربات الثابته، يعني دي اكتر مشكله، واحمد صغيري واشرف مجدي وقدامهم احمد خالد، يعني دول الثلاثه اللي ممكن يناور بيهم، وعمرو الحلواني. احمد صافي ساعات بيطلع ناحيه الجنب اليمين، وثلاثه في العمق. هو بيلعب 5-4-1 تقريبا. هو بيلعب ماتش للشهره، واللعيبه بتعبر عن نفسها في اخر مراحلهم في الدوري الممتاز. يعني كابتن عادل، في ضوء التشكيل اللي جالنا لاسوان، طريقه اللعب هتكون ازاي؟ زي ما قال الكابتن اسامه كده، هيلعب 5-4-1 ولا ممكن يلعب بجيم مفتوح؟ ما هو مش باجي على حاجه، ما خلاص هو حسمت. هو اكيد هيلعب بجيم مفتوح. اكيد هتلاقي حته البونت مش موجوده النهارده، ما تلعبش ولا على 3 بونت ولا على بونت، ولا تتعادل. انت قلت كلمه مهمه يا كابتن ايمن وعجبتني جدا، دي مرايه او باترينا اخيره لفرقه اسوان ان هم يظهروا عشان يروحوا انديه اخرى. في لعيبه مشكوك في امرها، يعني ان هي ممكن انديه عايزه تاخدها طالعه، في انديه محتاجه اماكن معينه، فهيشوفوا ايه اكتر حاجه يشوفوا قدام النادي الاهلي.
ففي دافع كبير قوي فرقه اسوان، ولكن مش دافع انك انت تدافع بس، لا الدوافع بتاعتها انك انت تبين انك لاعب متميز. فاللاعب المتميز هيكون متميز هجوميا وهيكون متميز دفاعيا، عشان كده المباراه هتبقى مفتوحه بالنسبه لاسوان. مفيش العمق الدفاع اللي هيتعمل، يمكن عمرو الحلواني اكتر اللعيبه اللي عنده خبرات، وعنده خبرات عاليه قوي، يمكن خبراته كلها عمرو الحلواني في الكور الثابته، ودي من زمان عمرو الحلواني مميز فيها جدا. لا من زمان جدا يا كابتن، يمكن ده عمرو الحلواني ابننا يعني، ابن النادي الاهلي، ومرناه، انا مرنته كتير كمان وعارف قدراته في الكروسات والحاجات دي. احمد دحلوق عنده سرعات، اشرف مجدي برضه كفيرود بيتحرك كويس، لكن الامر كله هيجي مع النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي هو اللي هيوصل اللعيبه دي لايه. هل اللعيبه تقدر تعمل شو كويس عشان يعرضوا نفسهم، ولا هل لعيبه النادي الاهلي هي اللي هتعمل الشو برضو، لانه محتاجين ان يجهزوا نفسهم، محتاجين ان هم يبينوا نفسهم برضو. قصدك مين بحته محتاجين يبينوا نفسهم؟ بص يا كابتن، عايز اقول لك حاجه، ضرب من الجنان ان الواحد يقول في اخر مباراه انك انت تقدر بالزبط. تقيم لاعب بالظبط، تقييم اللاعب بيبقى طول السنه طبعا، حلو، بس في نقطه مهمه اللي هي ايه بقى، انك انت في اخر السنه لما بتعمل المباراه، انت عارف الخواتيم في مصر مهمه جدا، عندك ممكن في انديه او في انديه مثلا تبقى طول الوقت ماشيه وحش قوي، وحتى في المباراه الواحده في اخر 10 دقائق بتجيب جون وتجيب الثاني وتعمل شو، رغم ان هي كانت وحشه طول ال 50، لكن الناس هنا في مصر بتبص على البدايات والخواتيم، ولكن الخواتيم اكتر واعلى. فهو يمكن اللي انا عايز اقوله لك، انا مش قصدي حاجه في اللعيبه خلي بالك، لكن دائما المنافسه جيده. احنا اتكلمنا على ازاي لعيبه النادي الاهلي بتنافس بعض في الملعب، لا الاكتر من كده، ازاي سيستم النادي الاهلي هو اللي بيدخل اللعيب في المنافسه. ما انت ممكن تنافسني وانت بغير اخلاقيات خلي بالك. يعني عمرك سمعت مثلا فرقه بتتخانق مع بعض، 40 لعيب بيتخانقوا مع بعض في اوضه اللبس في ملعب في حاجات كده؟ ما بتحصلش عندك. ممكن تحصل عندك حاجه فرديه اكيد، لان بشر احنا وفي خلافات وحاجات كده، لكن ما بتبقاش جماعيه وما بتبقاش متكرره. ولو حصلت يعني لا قدر الله مره ولا مرتين بتنتهي على طول؟ لا، وبتنتهي وبتاخد العقوبه القويه. هو ليه احنا قلنا ان اللعيب بيدخل النادي الاهلي بيتاقلم بسرعه؟ مش اللعيب اللي بيتاقلم، السيستم هو اللي بيخليه يتاقلم. القانون بتاع اللعبه او القانون بتاع النادي، اللي هو انت بتقول ايه، خلي بالك يا كابتن، اللعيب بيحاسب قوي لانه عارف لما هيعمل دي هياخد خصم ايه، ممكن يمشي ايه، وممكن يبعد ايه. صحيح، في حاجات في النادي الاهلي لا تصلح. مزبوط. انك تطلع مثلا تتكلم على تيم تاني وعلى الحاجات دي، كبير صغير هيتقطع رقبتك. ايوه دي حقيقه، احنا عندنا في النادي الاهلي كده، لما تطلع تتكلم على اي حاجه خارج المنظومه بيلوموك وبيقولوا لك انت غلطان، مفيش حاجه على الاطلاق. أيوة. احنا مش زي اي حد خلي بالك. أيوة. اللي حتى اللاعب الصغير مسؤول واللاعب الكبير مسؤول اكتر طبعا، دي مهمه جدا، ده قدوه. طيب كابتن بلال، برضو عايز اعرف رايك في تشكيل النادي الاهلي، وتفتكر من وجهه نظرك يعني مين ممكن يتالق من اللعيبه دي النهارده؟ هقول بس حاجه اضافه لكلام كابتن عادل، انت الماتشات الاخيره بتبقى مش تقييم، بتبقى اكتشاف. يعني ساعات بتكتشف لعيب انت صح ما شفتوش طول السنه، ما خدتش بالك منه طول السنه، ظروف الماتشات طول السنه وتوالي المباريات. أيوة. يخليك ما تكتشفش العيب. ما عشان كده انا بقول لك، تفتكر مين اللي ممكن يلفت النهارده؟ ممكن النهارده وانت بتلعب مثلا، يبقى انت كمدير فني حاطط في حساباتك انت اخر السنه التقييم الفعلي كمدير فني. مزبوط. فبتقول انا مش محتاج صلاح، مش محتاج مروان، مش محتاج، فتيجي مباراه انت بتلعبها ما اديتهاش لحد، او ما اديتش فرصه كبيره لحد. صحيح. فتشوفه في ماتش زي النهارده كده، وحصل قبل كده عندنا في النادي الاهلي، فتقول كتير. لا انا عايز ده خلاص، او ده ممكن السنه اللي جايه يفيدني، احطه في البلان بتاعي. مزبوط. يعني احطه في دماغي. اديله السنه الجديده دي. بتحصل مع بعض اللعيبه اللي ما بتاخدش فرص. صح. خد بالك جوه او بره، يعني من اللعيبه اللي موجودين جوه الملعب او من اللعيبه اللي بره الملعب، هل تقييمك ليهم كان مش تقييمك ليهم كمدير فني، رؤيتك ليهم اثناء الجيم، لان انت في خلال التدريبات انت برضو ايه عارف، بتبقى مركز مع 16 17 18 لعيب بشكل كبير جدا، ان لم يحدث تغيرات
الاصابات مثلا، لعيب اتطرد، لعيب ودي المواقف اللي بتخلي اللعيبه تدخل معاك بسرعه. لكن النهارده في ماتش زي ده بيبقى عندك لعيبه، ممكن يبقى احمد نبيل كوكا لعيب بيلعب في نص الملعب، فانت بتفكر يا ترى ممكن ابيع اليو ديانج لو ظهر بشكل كويس، هل ممكن استثمر في ديانج مثلا 6 7 مليون دولار لو جوله، رقم كبير برضو بالنسبه للنادي، لان انت عندك يعني اشتريت كتير السنه دي يعني. فممكن تقول ايه لو ظهر في الحته دي بالشكل الجيد بالنسبه لي، يبقى انا النهارده ممكن فكر يروح للعيب زي ده، يبقى هو اللعيب رقم 3 في خط النص استيكل سولاي ده، ممكن لعيب يبقى من وجهه نظر المدير الفني يبقى اكتشاف في ماتش زي النهارده. عادي جدا، بتحصل كتيره جدا مع بعض اللعيبه اللي ما بتاخدش فرص. صلاح محسن وطاهر ومروان وشريف وطريقه اللعب نفسها، هل ممكن المدير الفني يشتغل يا كابتن بحته ان انا بلعب بفرويدين واحد تحت؟ هل يعني انت بعض المواقف ممكن يبقى قفشه مش موجود زي ما حصلت اصابه، لا قدر الله اصابه كبيره، هل ممكن تغير طريقه اللعب بالنسبه لك؟ هل ممكن يبقى انا عندي يعني خاصه ان انت جبت مثلا في سبيل جاري تعاقد مع فيرود رقم 9 صريح وعندك بيرستاو، هل النهارده ممكن تغير طريقه اللعب؟ هل ممكن بلعب بسترايكر ولا العب بسكند سترايكر او 10 مثلا 9 وتلعب بثلاثه سترايكر؟ انا اقصد يا كابتن ان هو المان تارجت بتاعك ويبقى واحد ثاني بيلعب من تحتيه، هل ممكن تغير بالشكل ده مع الصفقات الجديده؟ وارد المدير الفني يكون حاطط في دماغه ان انا هلعب بالبلان دي او بالتاكتيك ده الموسم الجديد، فببتدي اشوف مين امكانياته تسمح، هل شريف اللي ممكن يلعب في الحته دي، فبالتالي النهارده مروان محسن هو 9 وشريف هيبقى رقم 10 او 9 ونص، عشان لو جه بيرستاو او جه لاعب تاني يلعب سترايكر صريح او مان تارجت يبقى شريف يقدر يلعب الحته دي. ففي تجارب وافكار بتبقى عند المدير الفني بيبقى محتاج يشوفها في بعض الماتشات السهل كويس مش الصعب. بمناسبه الافكار هي دي هنتكلم فيها، النقطه اللي انا بتكلم فيها دي دلوقتي هنتكلم فيها بعد المباراه ان شاء الله. بمناسبه الافكار اللي انت بتقول عليها، يعني ناس كتير توقعت مثلا علشان الاهداف اللي دخلت فينا السنه دي، توقعات ان الدعم في البدايه يكون يبتدي من خط الظهر. واحيانا في مدربين يقول لك انا ادعم الحته اللي قدام الاول، لان الحته اللي قدام الاول دي احيانا بيبقى فيها نقص في النواحي الدفاعيه، فبتخلي الكوره توصل لحد منطقه ال 18 بتاعتنا وبتمثل خطوره علينا. هل دي ممكن تبقى فكره المدير الفني او فلسفه المدير الفني مستر موسيماني؟ بص، في بعض المديرين الفنيين مثلا زي جوارديولا، بس خلينا نتكلم كابتن بلال نتكلم فيها بعد الماتش ماشي، علشان احنا كده لو اتكلمت فيها لا انا هقول كلمه واحده بس، هو مين اللي بيحط السيستم، المدرب ولا اللعيبه؟ مدير الفني بناء على امكانيات اللعيبه بس، هي بقى هو امكانيات اللعيبه الاول. انا ممكن العب 4 4 2 عشان عندي لعيبه تقدر، ومانو الجوزي عملها مع عماد النحاس. بس في نقطة يا كابتن مهمة جدا، أنا مثلا دي مدارس، يعني أنا مثلا المدرسة بتاعت جوارديولا أنا بهاجم من قدام، فمحتاج لعيبة بإمكانيات مختلفة تعمل لي حتة الضغط دي من قدام، مش عايز أنتظر إن أنا أجيب مثلا 3 4 ستام مثلا يعني. تمام، في نقطة، لو المدير الفني جه في نص السنة أو بعد ما اختيار اللعيبة وكده ممكن يلعب بشكل، لكن لو هو بادئ السنة وجايب لعيبة وبيشتري لعيبه على طريقه لعبه، بقى يبتدي يفكر انا عايز مثلا العب براسين حربه فهجيب نوعيات معينه، انا عايز العب 4 3 3 هجيب ناس بنوعيات معينه. لكن احيانا انت لما بتروح على فرقه خلاص انت رايح على تكوينها في نص السنه على بتاع، ممكن بتغير طريقتك تلعب 5 3 2 بتلعب 4 3 3 حسب قدرات اللعيبه. بس ساعات يا كابتن الميركاتو بتاعك بيفرض عليك طرق لعبه مختلفه ولعيبه مختلفه، يعني النهارده لما يكون عندي واحد زي بيرستاو تمام لعيب كويس، لو انت في اطار التعاقد مع لعيب فيرو الثاني هتبقى عندك السيستم بتاعك هيختلف شويه في بعض الاوقات، لان انت هتبقى يعني عندي لعيبه بالكواليتي دي اكيد لازم هتغير شويه او هتعدل في طرق اللعب. الملعب بينادي صاحبه. نعم يا كابتن، الملعب بينادي صاحبه، الملعب بينادي الاهلي على طول. صحيح. طيب سريعا كابتن شريف، هنشوف اهداف كتير ومبكره النهارده ان شاء الله، هنشوف اهداف كتيره باذن الله. كابتن اسام، اعتقد هنشوف اهداف ممكن يعني عدد من النادي الاهلي ولا من فريق من النادي الاهلي اكتر طبعا. ان شاء الله، يعني طبيعي ان النادي الاهلي يكسب حتى بالظروف ديت. ايوه، اللعبه هيبقى مفتوح ما فيهوش ضغوط عصبيه، اللعيبه في لعيبه هتبقى مبسوطه عايزه تلعب، اللي هي ما شاركتش كتير، فانا اعتقد هيبقى في اهداف كتير ممكن. كابتن عادل، يعني الملعب هيبقى مفتوح اكيد من فرقتين وهيبقى في اهداف يعني.
كابتن بلال. نشوف ماتش حلو، ماتش حلو في جوان كتير اعتقد يعني باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.